السلام عليكم ورحمة الله. في البداية نود أن نقدم لحضراتكم نبذة عن برنامج تعزيز قدرات المنظمات المحلية. تم إطلاق هذا البرنامج من قبل مبادرة واف في إنجلترا وبالشراكة مع مؤسسة الركيزة في العراق وشركة رويال رود في اليمن. واف هي مبادرة أطلقها المنتدى الإنساني في بريطانيا مع أكثر من 50 شريك حول العالم للبحث في قضايا تخص الواقع الإنساني. الهدف من البرنامج لبرنامج تعزيز القدرات المنظمات هو الأخذ بيد المنظمات المحلية في الشرق الأوسط والناشطين الإنسانيين في العالم بشكل عام عن طريق عرض التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الإنساني على أرض الواقع ومناقشة هذه التحديات لغرض الحصول على حلول واقعية ومنطقية من قبل مدربين وخبراء في الجانب الإنساني. هذا فيما يخص البرنامج اللي قلنا اسمه تعزيز قدرات المنظمات المحلية. من جانبنا أنا المتحدث مهندس حميد المشهداني رئيس مؤسسة الركيزة الشريكة مع واف ورويال رود اللي نتعاون معهم في هذه المحاضرة القيمة. نرحب بالحضور الكرام ونشكر الدكتور هاني والأستاذ فادي العتاني على جهودهم لتقديم هذه المحاضرة. مختصر بسيط عن الدكتور حفظه الله الأساتذة. دكتور هاني طبيب ولد في مصر ومؤسس منظمة الإغاثة الإنسانية عام 1984 من أكبر المنظمات الإسلامية في الغرب، وحاليا هو مدير المنتدى الإنساني المملكة المتحدة والمنتدى الإسلامي الخيري. درس الطب البشري في جامعة الأزهر وحصل على الدكتوراه من كلية الطب في جامعة بيرمنغهام عام 91. حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بيرمنغهام عام 2007. منح وسام ملكة بريطانيا عام 2004 تقديرا لجهوده في العمل الخيري الدولي. حصل كذلك على جائزة ابن خلدون لدوره في تشجيع الحوار بين الأديان عام 2004، وفي عام 2020 تم تكريمه من قبل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بإعطائه جائزة أنبوتو للأعمال الخيرية والمجتمعية. زار في رحلات ميدانية إنسانية وألقى محاضرات في أكثر من 82 دولة وأكثر من 370 مدينة خلال مسيرته الإنسانية الطويلة. الأستاذ فادي عيتاني متخصص في إدارة منظمات المجتمع المدني، شغل عدة مناصب في مجال القطاع الخيري في بريطانيا خلال 3 عقود، منها في منظمة الإغاثة الإسلامية وقطر الخيرية وبيت الزكاة ودار الرعاية الإسلامية وغيرهم. حاليا يشغل مدير منتدى المنظمات الخيرية الإسلامية في بريطانيا، حائز على شهادة الماجستير في إدارة المؤسسات الحكومية. نتشرف بكم جميعا إن شاء الله، ونتشرف بالأستاذنا ودكتورنا أستاذ هاني والأستاذنا دكتور أستاذ فادي، ونرحب بهم ونعيد الترحيب بهم وبكم جميعا إن شاء الله. نشكركم جميعا على استجابتكم لهذه الدعوة. ويتفضل أستاذ هاني. شكرا جزيلا، بارك الله بكم. أستاذ هاني ظهر وقع الموبايل عنده. صار اكو مشكله ستلانه. ننتظر استاذ هاني لحظات بس. نعم. بس العفو، يا ريت الكل يكتب اسمه وتخصصه والبلد اللي جاي من عنده على الشات مال الزوم إن أمكن، الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. وراح تتابع الإدارة الست لانا وأستاذ فاروق والأستاذ ماهر والجميع جميع المداخلات والأسئلة والأسماء اللي موجودة على الشات، وراح يتسجل طبعا المحاضرة وهناك بث على الفيس إن شاء الله. وإن شاء الله يعني الأمور تمام بإذن الله. أستاذ هاني تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ.
أتفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا بأن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء المبارك. أنا بس حوريكم، أنا لابس اليوم وردة بيضة ووسطها أخضر. يوم 11 يوليو هو الذكرى 25 لمذبحة سربرنيتسا في البوسنة، واللي اختفى فيها 11,000 بوسناوي بعد ما سلمت قوات حفظ السلام الهولندية تبع الأمم المتحدة هذه المدينة للعصابات الإرهابية التشيتنيك السربية. فإحنا للأسف يعني الصوت واضح؟ الآن الصوت واضح الآن. طيب، وفي مشكلة بقى زمان من عندك كل شوية بيقطع. في يوم السبت القادم أنا همشي 11 كيلو علشان نتذكر 11,000 اللي اختفوا من قضية سربنيتسا هذه. وأتمنى أنكم تعملوا أي شيء عندكم في العراق أو في أي مكان في العالم لكي نمنع حدوث هذه الكارثة أو هذه المذبحة لأي شعب من شعوب العالم إن شاء الله. اليوم هنتكلم معكم عن اسم المحاضرة اللي هي الوعي المجتمعي وجائحة كورونا. الشريحة الثانية يا لانا. لانا انت هتحط الشرايح على الشاشة؟ نعم ثواني فقط. طيب نعم. حاليا عندنا شريحة تعريف كورونا. طيب. الكورونا يا شباب، الكورونا هي مرض عضوي، ليست مرض عضوي فقط بل مرض اجتماعي وشعوري ونفسي لإحساس المريض بأنه عادة عن المجتمع لعدم قدرة هذا المريض أو هذه المريضة على كسب الرزق والعمل. دي نمرة واحد. فلا بد أن نتعامل مع المرضى الكورونا بلطف وحب واحتواء، ويؤسفنا أن نرى الجهل والحقد الذي عومنا به بعض المصابين، بل رأينا رفض البعض دفن بعض المصابين في من كورونا في بعض القرى في بلاد مختلفة. الشاشة عندك مضبوطة لنا ولا لسه؟ نعم دكتور هاني، أنا أتابع وياك. طيب الشريحة اللي بعدها، احنا بنتكلم عن قضية الوعي اللي هي تعتبر يعني انا مش شايف الشريحة عندي. الو، نتكلم عن قضية الوعي اللي احنا بنتكلم عن الشريحة اللي بعد كده يا الان. الوعي، مركز الوعي، لان حصل وانا بتناقش مع دكتور بس البرنامج هيعلق عندي في الفات. وانا بتناقش مع بعض الجمعيات في العراق قالوا احنا استوينا من كتر الوعي 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 الى اخره. فانا حطيت 7 ركائز للوعي المجتمعي، اللي هو اول ركيزه فيه الحكومه المؤمنه برفع الوعي. ثاني نقطة فيه اللي هو القانون والتشريع الذي يؤثر للوعي. ثالث نقطة أو ركيزة اللي هي السلطة الأمنية المراقبة لتنفيذ القانون المؤدي للوعي. رابع حاجة دور الإعلام. خامس حاجة القطاع الخاص، القطاع المدني، ثم البحث العلمي والتكنولوجي. الشريحة اللي بعدها يا لنا، الشريحة اللي بعدها، نجد في هذه الصورة أن الحكومة في النص مركز زي ما أنتم شايفين، وحواليها الـ6 ركائز الأخرى اللي هو الأمن على اليمين، قانون على الشمال، الإعلام في الأمام، والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الخلف. يعني ومع أو يحيط بالحكومة المؤمنة، يحيط بالحكومة المؤمنة برفع عملية الوعي البحث العلمي والتكنولوجي. البحث العلمي والتكنولوجي
يعني إحنا إن أردنا أن نبني وعي في مكان ما لابد أن تتكامل هذه السباعية مع بعضها البعض. الوعي يا شباب مش مجرد إنه أنا عملت ورشة عمل أو أنا عملت فيديو أو أنا وزعت بعض الصور أو أنا يعني ذهبت إلى السوق وعملت كذا وكذا، لا، الوعي لابد أن يكون متكامل بين هذه السباعية، بيكون في داخله حكومة مؤمنة به ترفع هذا بناء على البحث العلمي والتكنولوجي، فتخلق قوانين تطبق يحميها الأمن ويدعو لها الإعلام وتنفذها المؤسسات المجتمع المدني ويدعمها القطاع الخاص. واضح بالنسبة لنا لأن اللي انتوا عملتوه في العراق شيء جيد جدا، لكن هو شيء على مستوى جمعية أو جمعيتين قد يكون بمعزل عن آخرين. فإن أردنا أن نمشي في مسيرة الوعي فهذه السباعية قدامكم، الخطوط المستقيمة هي الروابط التي تنسق إدارة عجلة الوعي. يعني كأنك أنت سايق عربية وفي عجلة أنت بتديرها، بتدير العجلة دي من خلال السبع نقاط أو السبع ركائز الموجودة قدامك. ننتقل بعد كده للشريحة الثانية يا لانا، اللي هي بعض الناس قد يكون في عندهم خلاف مع الحكومة أو تكون مثلا بعض الحكومات فاسدة إلى آخره. أنا بقول أعوذ بالله مش ممكن، أنا داخل الأزمة، إحنا دلوقتي في أزمة، داخل الأزمة لابد أن نعتبر أنفسنا كما أننا في حالة حرب، حرب مع عدو معروف أو عدو غير معروف، وتصبح الحكومة شئنا أم أبينا هي المركز الذي نعدد من قدرته ونكمل مسيرة بنائه لحماية المجتمع من الداخل والخارج، حتى وإن اختلفنا مع الحكومة. خلاف مع الحكومة في حالة الأزمة لا يدينا، لا يعطينا الحق في أننا نهمش الحكومة أو نعمل بناء على الحكومة. يبقى لأننا داخل أزمة، وأزمة ليست بسيطة، لابد أن نعتبر نفسنا في حالة حرب مع عدو نعرفه أو لا نعرفه، وتصبح الحكومة شئنا أم أبينا هي المركز الذي نعد من قدرته ونكمل مسير بنائه لحماية المجتمع من الداخل والخارج حتى لو اختلفنا معه. دي النقطة قلنا في هذه الأزمة أو هذه الجائحة، أقول أو نقول جميعا لا صوت يعتو لعلو فوق صوت الأزمة التي قد تؤدي بالأخضر واليابس. أنا بس بضع مثل هذه الأشياء علشان الخلاف اللي حدث في النقاش ما بين بعض الجمعيات، أن إحنا بقى استعبنا واستوينا من الورش اللي إحنا عملناها والأفلام اللي إحنا عملناها علشان نعلم الناس هذه الأشياء. الشريحة اللي بعد كده يا لانا، ده في مثل أنا هضربه لكم باليابان. اليابان فيها زحمة سكانية زي ما احنا عارفين، وبيوتهم ضيقة، وزرق ده صعب بيشتغل السراير بدورين، فيها أكبر نسبة لكبار السن في العالم، وفيها أكبر نسبة لانتشار دور الرعاية كبار السن وأمراض الشيخوخة، ومع ذلك نسبة الوفيات في الوقف من كوفيد كانت قليلة جدا 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 بالمقارنة بالدول الأخرى. لماذا؟ السر كان يكمن في الوعي المجتمعي العالي عند كل فرد من اليابانيين، وكيف أن ثقافة لبس الكمامات وقوانين النظافة المتشددة متأثرة في المجتمع بعد تاريخ طويل جدا من الكوارث الطبيعية وخطر انتشار الأوبئة الذي حدث من قبل. فهناك هنا بقى النقطة اللي بنتكلم فيها، انضباط واحترام للقوانين والحكومة التي بدورها قامت بحملات توعية كبيرة. طبعا الرابط موجود إذا أردت. يبقى اليابان بتتحدث عن ليه النسبة اللي نصيبه بالكورونا أقل، علشان عندهم التزام، الشعب نفسه يستطيع أن من خلال الوعي الذي أسست لمسيرته الحكومة ومسيرة المجتمع المدني والقطاع الخاص هناك والأفراد نفسهم أنهم يحموا الشعب، لأنهم يعوا ما هو الوباء ويعوا كيف يحموا أنفسهم. الشريحة اللي بعد كده يا لانا، الشريحة اللي بعد كده، أيوة، حزب الكنبة.
حزب كندا مثلا ليه هتكلم فيه يا شباب؟ لان على الاقل في العالم العربي او العالم عامه ما لا يقل من 60% من المواطنين يمثلوا هذا الحزب اللي احنا بنسميه بالانجليزي ارمتشير وورير، قاعدين كده على الكنب بيتفرجوا على التلفزيون ومخمخوا طلعوا الفوا ويحلوا مشكله الشرق الاوسط ومشكله الجفاف والتصحر في العالم ومشكله التغير المناخي ومشكله الايدز الى اخره الى اخره. هم قاعدين، مين هم المواطنين البيولوجيين دول؟ هم المواطنين اللي هم همهم فقط الاكل والشرب والتناسق، يعني الاشياء اللي هي الحاجات اللي هي يعني البيولوجيه، حاجاتهم البيولوجيه. ان اردنا ان نخرج هذا الحزب او اعضاء هذه المجموعه الكبيره من الشعوب اللي احنا عندنا، فلا بد ان نحفز اعضاء هذه المجموعه البيولوجيه الكبيره بمدلولات ملموسة من مشاريع يستفيدوا منها حتى نغير البعض منهم. وللأسف قد لا نستطيع أن نغير الكثير أو الكل. أرجع تاني، إحنا في كل مجتمع عندنا عالم قاعد تاكل وتشرب وتنام وتتناسل ولا تفكر في المجتمع وما يدور فيه وتعزل نفسها عن المجتمع وكأن هذا المجتمع هم ليسوا جزءا منه. فده حزب الكلام اللي احنا بنتكلم عليه اللي في المناطق، ككلمة حزب الكلام اللي طلعت في مع ثورات الربيع العربي من عام 2011. فلا بد ان نحفز مستوانا الناس عشان يرجعوا يخشوا معانا في عمليه الوعي، لان قد يكون حزب الكلام دول او ده حزب الكلام دول هم المثبطين والمثبطين والمعطلين والمعطلين لعمليه رفع الوعي المجتمعي داخل المجتمعات. الشريحه اللي بعدها لنا الشريحة اللي بعدها، أيوة. هل الجائحة اللي أمامنا دي حقيقة أم مؤامرة؟ أنا شخصياً همشي في المسارين، همشي في الأمرين، سأسلم بهم وحاخد بأسباب الأولى وحاخد بأسباب الثانية. الآن ونحن داخل هذه الجائحة لا مجال لنا للتخوين، وخاصة إن نظرنا إلى ما يشار إليه في السنوات. بنروح للصين دلوقتي هنلاقي في شيء تاني طالع جديد اسمه بيبونيك بليغ اللي هو الطاعون الدبلي. هل ده مؤامرة أم هو حقيقة أخرى؟ وهل دي هتكون جائحة أخرى تأتينا من الصين مرة تانية؟ الله أعلم. لكن أنا هخش في المسارين متوازيين لكي لا أعتمد على واحد دون الآخر. وفي هولندا عايزين يعدموا ما لا يقل عن 10,000 حيوان من حيوانات المينك اللي كانوا بيربوهم علشان الفارو، علشان خوفا من انتظار المرض مره اخرى. فلما ننظر لمثل هذه الاشياء لابد ان نتعامل في داخل نظريه الحقيقه وداخل نظريه المؤامره بعقلانيه مع الاثنين نفسهم. هل الكورونا هتضربنا مره ثانيه في الخريف زي ما بيقولوا؟ في بعض المدن هنا في بريطانيا كليستر قفلوها، منعوا الخروج والدخول منها. ليه؟ لان بدا ترتفع الاعداد المصابه في الايه بالكورونا فيها. فبالتالي انا مش هخون الناس وفي نفس الوقت مش هسلم بكل شيء، ها، لكن همشي في المسارين لكي استطيع ان انقذ المجتمع بتاعي واتعامل مع التغيرات اليوميه لحقيقه او مؤامره الكورونا. الشريحة اللي بعد كده يا لانا، لماذا الهلع؟ احنا كلنا خايفين دلوقتي، خايفين ومرعوبين، مرعوبين من الكورونا. طيب نخش معاكم في الامراض والاحصائيات اللي عملها من منظمة الصحة العالمية تبع الأمم المتحدة. السرطان بيقتل، قتل 9.1 مليون نسمة في وفيات 2018. الملاريا سنة 2016 قتلت 445 ألف، وعدد المصابين بالملاريا 216 مليون نسمة في العالم، منهم 102 يعني حوالي حاجة و80% منهم في أفريقيا. محدش بيعمل هلع، يعني اللي مات من الكورونا الى الان في الثمان اشهر الماضيه، يعني لو نظرنا
لبدء الإعلان عن مشكلة أو جائحة الكورونا في ديسمبر. أنا أشك أن يكون بدأ اللي هو الجائحة تنتشر في ديسمبر، قد تكون بدأت الانتشار في نوفمبر أو في أكتوبر أو في حتى في سبتمبر، لكن أعلن عنها في ديسمبر. ففي خلال اللي هو الثمان أشهر اللي فاتوا أكثر من 500,000 ماتوا في وسط 11 مليون أو 12 مليون مصاب. الإيدز 2019 عدد الوفيات 770,000. أمراض القلب عدد الوفيات في 2016 17.9 مليون نسمة. الأنفلونزا كل سنة بتحصل لنا قرابة 650,000 2017. لما ننظر لمثل هذه الأمراض الفتاكة، لماذا نحن لا نفزع لها ونفزع فقط للكورونا أو للكوفيد اللي بنتكلم عنه؟ الشريحة اللي بعد كده يا لانا، الشريحة بعد كده فضيحة. في 821 مليون نسمة على ظهر الأرض في 2018 وفقا لبرنامج الغذاء العالمي يعانون من الجوع، يموت كل ثانية منهم شخص، يعني في العام حوالي 35 أو 36 مليون نسمة، وكل خمس ثواني يموت طفل، يعني حوالي 5 إلى 6 مليون نسمة في السنة. وعلاج الجوع احنا عارفينه، لكن لا نهلع ولا نجزع ولا نفزع للجوع. والجوع علاج سهل، فلماذا نتحدث عن وباء الجوع إلى آخر ونسعى إلى جات حلول له؟ الشريحة اللي بعد كده يا لانا، وده يعتبر تصريح لنا جميعا عشان نكون احنا يعني أصحاب مبادرات وأصحاب رؤى وأصحاب حلول. أي حلول تطرح لمواجهة الجائحة يجب أن تتعامل مع الجائحة كمنظومة حلول مجتمعية. داخل هذه المنظومة نظم أو أنظمة، وفيها مسيرة أو مسيرات، فيها أدبيات وسياسات ومخرجات، ويكون عصبها البحث العلمي والتكنولوجيا، وتقاس هذه النتائج من أجل بناء المجتمعات. فهي ليست حلول فردية عشوائية وفورية. أقول تاني وأقول ثالث وأقول رابع، أي حلول تطرح لمواجهة الجائحة يجب أن تتعامل مع الجائحة كمنظومة حلول مجتمعية داخلها نظام أو نظم، وفيها مسيرة أو مسيرات، لها أدبيات وسياسات ومخرجات. يكون عصب هذه المنظومة البحث العلمي والتكنولوجيا اللي أنا ذكرته في أول شريحة في الوعي، البحث العلمي والتكنولوجيا، وتقاس من أجل بناء المجتمعات. فهي ليست حلول فردية أو عشوائية أو فورية لزعيم ملهم أو لقائد مجنح أو لإنسان مبدع. أبداً أبداً أبداً، البحث العلمي والتكنولوجيا هو القاعدة، ثم المنظومة التي تدخل داخل مسارات المجتمع بأنظمة ومسيرات تستطيع أو نستطيع من خلالها أن نغير أو أن ندافع أو أن نواجه مثل هذه الظواهر. الحاجات اللي الناس بيحلموا بيها بالليل دي ويطلعوا مخمخوا بيها عليكم في التلفزيونات، دول كلهم فنكيش. هؤلاء كلهم فنكيش، هؤلاء كلهم ضالين ومضلين، ضالين ومضلين. الشريحة اللي بعدها يا لانا، طيب أنا ممكن أقرأ ألانا غير ما تطلع الشريحة؟ ألو؟ طيب
إذا إحنا دخلنا في الحلول ففي اتنين سيناريو. السيناريو اللي الجائحة دي هتستمر، وفي سيناريو آخر يقول إن الجائحة هتنتهي. أنا هتكلم على الفلسفة بتاعتنا داخل استمرار الأزمة ما في السنة القادمة أو اللي بعدها، أو تكون الأزمة دي اللي هو الطاعون اللي طالع في الصين، حاجة جديدة جاية لنا، أو أي مصيبة تانية جاية لنا. خلاص؟ فإن فلسفتنا في الكبرى في إدارة الأزمة سوف تنبني على هذه الركائز العشر. معاك الشريحة لنا؟ عشر ركائز سنبني عليها فلسفة عملنا داخل الأزمة التي تستمر فيما بعد 2020 21 أو 22. ما هي هذه العشر ركائز؟ أول حاجة خفض النفقات من المرتبات والحوافز والبدلات، خاصة عند شرائح من الموظفين اللي هم تورموا من البدلات والحوافز في مهن مختلفة. أنا مش هتكلم عن مهن عشان إيه لا أضيق واسع على 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 مجموعة معينة. أنت تعرفوا من هم أكثر الناس يأخذون حوافز ويأخذون بدلات ويأخذون مرتبات في مجتمعات. خفض النفقات. نمرة اثنين، إيجاد وسائل كسب جديدة ومبتكرة. إيجاد وسائل كسب جديدة. الشريحة اللي عندك مش طالعة أنا طفت الكهرباء شوية، بس ترجع الكهرباء دقيقة. تمام عشت ولا إيه؟ لا 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 استمر العفو دكتور استمر. النقطة الثانية في فلسفتنا في مواجهة الجائحة إن امتدت لسنوات، إيجاد وسائل كسب جديدة ومبتكرة، ودي يعملها الشباب. الشباب. نمرة ثلاثة، داخل فلسفتنا في مواجهة الأزمة في السنوات القادمة إن امتدت، نشر التعليم والوعي عن طريق تكنولوجيا المعلومات والتواصل المجتمعي. يعني تصبح تكنولوجيا المعلومات والتواصل المجتمعي أساسية، ونبتدي نفكر كتصبح بديل عن التعليم التقليدي والوعي التقليدي اللي احنا بنتكلم عنه. نمرة خمسة، تعزيز وتيسير وسائل النقل والمواصلات من ألف إلى ب إلى ج، وحتى في بعض الأحيان علينا أن نرجع في القديم إلى وسائل نقل كنا نستعملها في الماضي زي الحمار والحصان والجمل. قد يضحك الناس لكن دي قد تكون إحدى الحقائق. نمرة ستة، الاستثمار بدرجة أولى في الصناعات الغذائية والزراعية وتربية الحيوانات. يعني إحنا في إذا امتدت الجائحة والعياذ بالله هيكون لنا الغذاء والكساء والماء والإيواء والصحة هم أساسيات حياتنا. نمرة سبعة، الاستثمار في الصحة والطب البديل. قد نرجع للطب البديل يا أخت لانا ويا أخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حميد أو لآخره، إلى الطب اللي كان يستعمل منذ عشرات السنين أو مئات السنين هو الطب البديل. لما تمانية، توفير أساسيات العيش اللي اتكلمت عنها قبل كده، المأكل والمشرب والدواء والماء واللباس. نمرة تسعة، تعزيز الإنتاج المنزلي. يعني كل أخت وكل أخ في البيت عنده القدرة على إنتاج ينتج لكي نبني ما نسميه اللي هو الاقتصاد الغير رسمي المكمل للاقتصاد الرسمي للحكومة. نمرة عشرة، تعزيز الصناعات اليدوية والحرف المهنية. دول العشر ركائز اللي احنا لو والعياذ بالله امتدت الجائحة إلى ما بعد هذه، سواء كانت كورونا أو اللي هو الطاعون بتاع الهند أو اللي بتاع الصين أو حدوتة زرقاء سودة تانية، يبقى احنا عندنا بدائل أو عندنا فلسفة كيف نواجه هذه الجائحة في مسارات أخرى نتكيف فيها ونتواجه فيها مع أساسيات الحياة اللي هي الأكل والشرب والمياه والملبس والمسكن والصحة.
دول الست. الشريحة اللي بعد كده لانا علينا ايضا في اذا امتدت الجائحة الى ما بعد ما نحن عليه الان ان نكون او تكون داخل الوطن اللجنة العليا لادارة الطوارئ. قد تكون هي موجودة الان لكن مش مفعلة لان الناس بقى بدأوا يشعروا انهم يعني ريلاكسنج يعني ايه يعني مطمئنين الى ان الجائحة انتهت. لكن اذا امتدت الجائحة يصبح دور هذه اللجنة فعال وأساسي ومحوري. تتكون من الحكومة طبعاً اللي رأس الحكومة مع الأمن والجيش والاقتصاد والمواصلات والإدارة الدينية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والأكاديميين والباحثين العلميين والإعلام وجهات القانون والعدل والصحة والرياضة واللجان الشعبية. يبقى ننظر لمثل هذه اللجنة العليا اللي حتدير الأزمة. وانا دخلت فيها لجان شعبيه ودخلت فيها الصحه والرياضه والعدل والقانون علشان نضمن البلد ودخلت فيها الاكاديميين الباحثين العلميين علشان ما نمشيش داخل هذه اللجنه باحلام السيد الرئيس او السيد الرئيس الوزراء او الشيخ الفلاني او مش عارف القمص الفلاني او لا. في حاجه اسمها ابحاث أكاديمية علمية إلى آخره ويكون الإعلام معانا فيها. فدي لجنة لابد قد تكون موجودة في بعض الدول الآن لكن لابد إن امتدت الجائحة فيما بعد ألا نستغنى عن وجود هذه اللجنة وكل عضو فيها مفعل وله صوت كالآخرين كلهم متساويين داخل هذه اللجنة لإدارة الأزمة اللي هي في داخل فلسفة الجائحة ما بعد ما نحن فيه الآن والعياذ بالله إذا امتدت أو جاءت جائحة أخرى. الشريحة اللي بعد كده يا لانا الشريحة اللي بعد كده أنا هتكلم فيها عن اللجان الشعبية. اللجان الشعبية دي اللي على مستوى الشارع والحي والقرية والمدينة علشان نضبط الانفلات الأمني والسرقة لأن قد يحصل مجاعات أو قد ينتشر الأوبئة ما فيش أمراء ما فيش أدوية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فاللجان الشعبية تتكون كل لجنة من اللجان الشعبية من أبناء الحي من المتطوعين من الشباب ومن الوجهاء وتنسق مع اللجان الشعبية الأخرى. بمعنى إيه؟ ما يخشش الحي والحارة ناس ما نعرفهمش. لابد نكون احنا مساعدين لدور الأمن لكي لا ينفلت الأمن في عظم الجائحة. في عظم الجائحة إلى عظمة الجائحة. وظيفة اللجنة دي إيه بقى؟ حماية المساحة الجغرافية اللي توجد فيها سواء كانت المساحة دي حارة أو شارع أو بيت إلى آخره. تقسيم الموارد والمدخرات والمصادر والمصادر على المواطنين عشان ما فيش حد يخزن تخزين المواد. لا لما كنا بنتكلم الكلام ده في شهر مارس وفي شهر فبراير وفي شهر ابريل التخزين لا التخزين لا حتى التخزين مش خلق كريم وحتى التخزين مش خلق من اخلاق المسلمين او المؤمنين عامه مسلمين وغير مسلمين. قد يكون جزء من هذه اللجان الشعبية هي مكاتب منظمات المجتمع المدني اللي موجودة في الأحياء إذا كان مثلاً ركيزة أو إسوة أو الهلال الأحمر العراقي لي مكتب في حي من الأحياء أو قرية من القرى نستعمله إن هو يكون أحد المكاتب اللي ممكن تواجد فيها اللجان الشعبية. كذلك لابد نستفيد من المؤسسات الدينية اللي موجودة عندنا سواء كانت حسينيات سواء كانت كنائس سواء كانت مساجد سواء كانت معابد. كل هذه الأشياء المراكز الثقافية اللي مقفولة نستفيد بها لأنها عندها إمكانيات تستطيع أن تدخلها اللجان الشعبية لكي تدير هذه المنظومة لتحمي المجتمعات الصغيرة التي من أجلها كونت هذه اللجان.
يبقى ده فلسفة اللجان الشعبية هتكلم عنها، اللي بده يكمل، اسمعوا الكلمة دي، بده يكمل دور الأمن، وتكون كمل دور مؤسسات المجتمع المدني كمان معاه، بده يكمل كل دور لبناء المجتمع والمحافظة على كينونة البناء المجتمعي اللي احنا بنتكلم عنه داخل الجائحة، لكي لا يتسلط عليها المجرمين والسارقين والناهبين إلى آخره. إلى هذا كله، والعياذ بالله إن امتدت الجائحة في سنوات أخرى، أو إن كان إن ضربتنا الجائحة جائحة أخرى زي ما قالوا الطاعون الدبي اللي هو موجود في الصين دلوقتي. استراح لي بعد كده لنا. طيب لو الجائحة بتاعتنا الحمد لله انتهت، فضل سبحانه يا رب يا رب يا رب انتهت وبدأنا نتعافى كلنا، لينا مسار آخر، لينا مسار آخر في حال انتهاء الأزمة في الفترة الخمسين القادمة. ممكن يكون المسار ده يبدأ من الخريف أو من الشتاء في هذا العام إلى آخره. وأول نقطة في هذا المسار الاهتمام والتركيز بمشاريع الشباب الذين يكونون 50-60% من المجتمع. مواجهة خطر الأزمة الحقيقي والأزمة الاقتصادية والبدء في التخطيط والاستعداد لا إن كنا إن لم نكن أي أو بدأنا فيها أصلا. زيادة نفقات الحكومة على الإنفاقات الخدمية المجتمعية زي الأطباء والمستشفيات وغيرها مما يفيد المجتمع، كل الأشياء خدمية للمجتمع. رفع الوعي المجتمعي الإيجابي التي تشارك فيه مؤسسات الحكومة القطاع الخاص مؤسسات مجتمعية وكل مؤسسات الدولة اللي موجودة عندنا. اتباع مبادئ الشفافية والحكومة الرشيدة والحيادية والمراجعة مع الجميع، وأن يعلم الجميع أن القانون فوقنا ولا أحد منا فوقنا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن إحنا دلوقتي خلاص أعلن العالم نظام الصحة العالمية وكذا أن في علاج والامتداد لهذا هذه الجائحة انتهت، فلا بد أن نتعامل مع هذه الفترة إيجابية لكي نجعل من الشباب هم المفاعلين لحركة المجتمع الذي نعيش فيه الآن. المفاعلين لحركة المجتمع الذي نعيش فيه واضح لبعض الحلول. إذا كانت الجائحة انتهت وليس لنا الحمد لله وتعافينا فيها، فده هيكون برنامجنا في نهاية العام أو العام القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. شرح اللي بعد كده يا لنا. حلول طويلة الأمد صح مش كده برضك؟ أنا بس عناية مزغللة. أول حل، أو أنا طبعا أنا بأؤمن بالأعمال اليدوية، وإن كنت أنا لست ممن عمل عملا يدويا ولست مهنيا على الإطلاق. الاستثمار في التعليم المهني الحرفي بالإضافة للتعليم التقليدي وكذلك التعليم المجتمعي المرتبط بالبيئة، دي أشياء ممكن يفرض لها محاضرات. تعليم المجتمعي المرتبط بالبيئة هو تعليم بيجعل الطفل جزء لا يتجزأ ممن حوله حينما يتلقى العلوم الدراسية. دي نمرة واحد. الاستثمار في خلق فرق العمل لمحدود الدخل أو معدوم الدخل من خلال إنشاء الأسواق الشعبية المكونة للاقتصاد الرسمي الغير رسمي. بمعنى ايه؟ قد تستثمر الحكومة فيها جزء، وقد تستثمر مؤسسات المجتمع المدني فيها جزء، وقد يستثمر القطاع الخاص فيها جزء آخر. فبالتالي لماذا؟ لأن هؤلاء الناس هيحلوا مشكلة كبيرة جدا أو أعداد غفيرة من أعداد العاطلين والذين ليس لهم شغل، اللي هو الأسواق الشعبية المكونة لجزء مهم من الاستثمار الغير أو الاقتصاد الغير. نمرة ثلاثة، الاستثمار في ماذا؟ في البحث العلمي، والتكنولوجيا، لأن التكنولوجيا هتكون هي المحور الذي تدور من حوله حياة المجتمعات حاليا ومستقبلا. فنستعد لمواجهة أو للتعافي من هذه الجائحة ببحث علمي، أبحث
اوعوا، وانا بقولها مره ثانيه وثالثه وخمسه وعشره، يطلع لك واحد يقول لك انا رايت في المنام رؤيه. الاراء الفقهيه لا تبنى على الرؤى، لان الذي يرى الرؤيا الان هو ليس برسول يوحى اليه وليس بنبي يوحى اليه. صاحب الرؤية وصاحب المنام قل له اتغطى بالليل قبل ما ينام. الاستثمار في البحث العلمي والاستثمار في التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات والتواصل المجتمعي ويكون لنا فيها ريادة. نمرة 4، إعادة صياغة العقيدة الأمنية والعسكرية والدفاع عن الوطن المواطن. في بعض الدول دلوقتي عقيدتها الأمنية والعسكرية الدفاع عن الإيه؟ عن الحكومة. هذا خطأ. صاحب الحكومة وصاحب الوطن هو المواطن وهي المواطنة. لابد أن تعاد صياغة العقيدة الأمنية والعسكرية لمثل هذه. نمرة 5، إرساء مبدأ المساواة، الجميع في درجة واحدة من القانون. ما فيش ابن باشا وابن غفير، ما فيش ابن ملك وابن فقير، ما فيش ابن غني وابن شريد، لا، كلنا زي بعض أمام القانون وأمام المجتمع وأمام الوطن وأمام الله سبحانه وتعالى. الحفاظ دي مهمة جدا، النقطة دي مهمة، كل دي أشياء إن ندفع فيها دفع عن مناخ الحريات، وهو الباعث على الإبداع والباعث للإبداع والباعث على التطور والباعث للتطور. ما في أمة مستعبدة تستطيع أن تبدع أو تطور من شأن مجتمعات أبدا أبدا. كل القبضات الأمنية وقبضات الأسفل على الشعوب إنما تؤخر هذه الأمم وتجعلهم في ذيل الأمم في العالم. النقطة الأخيرة، أن نقوي بناء المجتمع المدني داخل الوطن، والتي بناء مؤسسات مجتمع مدني داخل الوطن وتستطيع أن تبني المجتمع وتحافظ على مسيرة الوطن وتنفيذه. بدأ السبع نقاط دي في هي ده في دور الحكومة. يبقى دور الحكومة إنها بتحاول الحكومة نفسها بتقوم بهذه المهام. ده دور الحكومة يا شباب. دور الحكومة تعليم، فرص العمل اللي هو الأسواق الشعبية، بحث العلم والتكنولوجيا، صياغة العقيدة الأمنية والعسكرية، مبدأ المساواة، الحريات، والسماح لنمو وبناء قطاع مجتمع مدني قوي 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 قوي. ده دور الحكومة. إذا كانت الجائحة انتهت نقول لها تعالي بقى يا حكومة اعملنا ده. خلاص؟ اقلب الصفحة الثانية يا لا. أنا هقول كده بسرعة، إيه هو الاقتصاد الغير رسمي؟ هو الاقتصاد الذي يتمثل في الإنتاج الفردي للعمالات اليدوية الحرفية في كافة مجالاتها المختلفة، بالإضافة لنمرة 1، بالإضافة للمبادرات المؤقتة التي يقوم بها خاصة الشباب من المواطنين. نمرة 2، وكذلك من الإنتاج الأسري في المنازل، وخلاف ذلك من أعمال توفر إيه؟ توفر فرص عمل وتحارب ارتفاع معدلات البطالة. يعني الاقتصاد الغير رسمي ده اقتصاد قد لا يكون ممنهج إنه قائم على الفرد، سواء كان فرد دي زوجتي أو بنتي أو أختي أو أمي أو خالتي أو عمتي في البيت، أو بكون أنا كعامل حداد نجار إلى آخره. وده اللي بينمو من خلال الأسواق الشعبية اللي احنا قلنا على الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إنشائها لكي تستطيع صغار أو محدود الدخل أو عديم الدخل، لما ممكن يكون دخله بال 100 دولار أو رأس ماله 100 دولار أو 50 دولار أو بالدينار العراقي مش عارف بقى يجيبوها دي إلى آخره. يبقى احنا بنتكلم، احنا لابد أن نسمح للاقتصاد الرسمي أن ينمو لكي يساعد الاقتصاد الرسمي للدولة. الاثنين يمشوا متوازيين مع بعضهم البعض، لأن الاقتصاد الرسمي قد يمثل في بعض الدول لشريحة 60% أو أكثر من اقتصاد الدولة. الشريحة اللي بعدها يا لانا، حلول المقترحة على مستوى إيه؟ الفرد. أنا وأنت، أنا حسن وأنت محمود وأنا علي وأنت فاطمة إلى آخره.
على مستوى الفرد أن يصبح الفرد، هنا بقى شايفين يا شباب، أن يصبح الفرد محور أساسي في إيه؟ في بناء الأمن والاقتصاد الوطني. لن يتأتى هذا أبداً إن لم يوجد هناك مناخ من الحريات، مناخ من الحريات، مناخ من الحريات، ودولة فيها دولة قانون. أن يصبح الفرد محور أساسي في بناء الأمن والاقتصاد الوطني بمدى انتمائه للمجتمع وقدرته على إحداث مبادرات لبناء الأمن. أنا بقى كلما أعطيت هذا المناخ أو هذه السعة في الحرية ازداد انتمائي وأصبحت قدرتي على العمل وبناء الاقتصاد، الأمن الاقتصادي والأمن الوطني ركيزة حياة بالنسبة لي، وأستطيع أن أضحي من أجل دولة أو من أجل وطن أو من أجل شعب أو مجتمع أنا جزء منه. مفيش ولاد عبيد ولا سادة فيه. وده اللي هو اللي زي بتقول فلسفة عمل الفرد. أهم الحلول تبنى على رغبة ومشاركة الفرد وبناء قدراته ومقدرته على الكسب من غير الاعتماد الدائم على برنامج الحكومة. وشجع المبادرات، وشجع المشاريع الصغيرة، وشجع معدوم الدخل. قد يكون في مشاريع كبيرة جدا للحكومة باهظة، هذا شأن الحكومة. أما شأني أنا فالحكومة تجد لي المناخ المناسب من الحريات لكي أنمي قدراتي وتنمي هي قدراتي، وفي نفس الوقت لكي أستطيع كسب شريف وعيش عيشة كريمة. علينا أن نتحول من أفراد حزب الكلام اللي احنا كلمنا عنهم لأفراد بيولوجيين إلى عاملين ومنتجين ومهتمين بما يدور حول في المجتمع. يعني علينا حزب الكلام ده اللي هو لو احنا عندنا 100 مليون عايشين في بلد أو 500 مليون هتلاقي 300 مليون عايشين على الكنبة يمخمخوا ويولدوا ويخلفوا، والباقيين هم اللي بيتصارعوا من أجل المجتمع أو أقل منهم. نتحول من افراد حزب الكنبه اللي هو المواطنين البلجين الى افراد عاملين ومنتجين مهتمين بما يدور حولنا في المجتمع. التوجه زي ما انا قلت قبل كده نحو الاسواق الشعبيه وهو خطوه اولى وضروريه وناجحه، زي ما انا قلت قبل كده ان بتمثل 60% من الاقتصاد غير رسمي للدول. الاسواق الشعبيه اقتصاد غير رسمي يصل في بعض الاحيان 60% من اقتصاد الدوله، وهو حل مهم لمشكلة البطالة اللي هي مقنعة أو غير مقنعة. النقطة الأخيرة العيش بأقل التكاليف. يعني إحنا دلوقتي بقى خلاص إحنا في ظل عواقب الجائحة، أنا كمواطن في كماليات كتيرة بالنسبة لي أستغنى عنها، أستغنى عنها. يعني في حاجة مثلا لك أنا عايز راح أشرب شيشة، شيشة إيه أبو شيشة؟ شيشة إيه أبو شيشة؟ شيشة إيه أبو شيشة أو مشيشة؟ بقول لك شيشة بالايه بالتفاح وشيشه بالليمون، ايه ده؟ ايه الخيبه اللي احنا فيها دي كلها؟ انا عايز اشرب لي نفسين سجاير، ايه ده؟ انا عايز اروح ايه؟ لازم اكل في ماكدونالدز، لازم ما في الفتره دي بالذات لابد انا اكون كفرد في انفاقاتي مقتصد، سواء الابن مع الاب او الاب مع الابناء او الام. عايز اجيب مثلا الميك اب المعين ده ليه؟ ربنا خلقك حلوة وجميلة، ربنا خلقك كذا كذا، فأوجه إنفاقاتي لما يحتاجه المجتمع وما تحتاجه أسرتي، لأنها فترة لابد أن نعدي منها. وإحنا بنخفف النفقات نحول هذا الفائض من المال إلى مبادرات ومشاريع مجتمعية أستطيع أن أتكسب منها أو أتكسب منها أو أولادي أو المجتمع بتاعي يستفيد. الشريحة بعد كده يا لانا، اللي هي على دور منظمات المجتمع المدني. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهلة بعد كده. منظمات المجتمع المدني هي الشريك الثالث. الحكومة، منظمات المجتمع المدني، ثم بعد كده هو القطاع الخاص ورجال الأعمال. ومنظمات المجتمع المدني هي المراقب لعدم حدوث علاقة غير شرعية آثمة ما بين القطاع الخاص اللي هو قائم على الكسب
اي انواع دون انواع، وبعض الفسدة من الحكومات. تيجي مجتمع مدني في النص تؤدي خدمتين، خدمة في بناء المجتمع وخدمة في مراقبة الفساد. ومن مهام منظمات المجتمع المدني تدريب، تدريب مين؟ الشباب والمواطنين، وبناء وتأهيل والتفعيل والتوكين وتبني وعمل مشاريع مجتمع. يعني تدريب الشباب، تدريب المواطنين، تأهيل، تفعيل ورفع الوعي، وتبني مشاريع مجتمعية صغيرة وخاصة لمن لا رأس مال له من الشباب والرجال والنساء، خاصة المشاريع التي تطلع من البيت. نمرة اثنين، على المنظمات أن تنشأ وتشجع الأسواق الشعبية، كنا عنها قبل الدول، تهتم ببناء الكوادر البشرية وخاصة المهنية القادرة على الكسب، ويمكن القيام بذلك بتأسيس التعاونيات التعاونيات والشراكات والتحالفات. اوعوا تفتكروا ان انت كمؤسسة مجتمع مدني انت اللي رايح جاي بتجيب من ديره، انت احسن مؤسسة. لا، انا كرئيس مؤسسة انا لا شيء بدون المؤسسة، والمؤسسة لا شيء بدون المواطن. فلذلك ان مؤسستي التي اتباهى بها وشخصيتي الاعتبارية التي ازهو بها ما هي الا نتاج ايمان المواطن المانح بحاجة المواطن المحتاج فيعطيني المال لأكون لكي أوصله. فما أنا إلا موصل لهذا المال ما بين المانح والمستفيد. فنحن في هذه المؤسسات أيها الشباب وأيها الشباب، ما نحن إلا أجراء لدى الفقراء، إلا أجراء لدى الفقراء، إلا أجراء. فلا يطنطن لي أحدا ويقول أنا أنت لا شيء وأنا لا شيء وأنت لا شيء. المجتمع هو الذي يملك مؤسسة المجتمع المدني، المجتمع هو الذي يمنح مؤسسة المجتمع المدني الثقة والمال، المجتمع هو الذي يزكي مؤسسة المجتمع المدني. فلذلك في التدريب والتأهيل وإنشاء هذه المشاريع علينا أن نرى أن التنسيق أصبح فرض عين علينا، ومعلوم من الدين بالضرورة، بناء الشراكات فرض عين علينا، التواصل فرض عين علينا، بناء التحالفات فرض عين علينا، الاندماج حتى في جمعيات مع بعضها للإنفاق إلى تخفيض فرض عين علينا. ليه؟ لأن المال مش مالنا، واتسع الرقع على الراقع. فمن أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ أنا لا شيء، لأنني أتعامل مع مال اليتيم والأرملة والمسكين والفقير والشريد والمغتصبة والمريض والشيخ والقعيد وكل هذه الأشياء. فلا بد أن أتنازل بجزء من شخصيتي الاعتبارية المؤسسية أو الشخصية من أجل المجتمع. هذا هو دور مؤسسات المجتمع. فحذاري أن تقولوا أن احنا أكبر مؤسسة طز فيكم. انا ما يهمنيش، انا ناقص لي على القبر خطوه. من انت لكي تقول انا الاول او انا الاكبر او انا 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 انت لا شيء وانا لا شيء؟ المجتمع والمواطن والمحتاج هم اصل هذه المسيره. تجذير مبدا الشراكه والنهاية والتاخي والتعاون الى اخره. طيب الشريحة اللي بعد كده يا لانا، معلش فعلت شويه كده ان انتوا سخنتوني، بس بحرك الكرسي اللي عندي. القطاع الخاص ده اللي هو الرابع، لاحظ الشركات الأساسية. عن القطاع الخاص بمشاركة في بناء المجتمع وتبني المبادرات ودعم المنظمات المجتمعية وتشجيع الأسواق الشعبية لتبني القطاع المدني وتساعد الحكومة، وأيضا يساعد الحكومة. يعني القطاع الخاص بماله
رأس ماله يكون شريك أساسي. نحن بنسميها اللي هو الكوربريت سوشيال، المساءلة المجتمعية أو المسؤولية المجتمعية. ده هيكون جزء من دور القطاع الخاص. بعد اتكلمنا عن الحكومة، اتكلمنا عن الفرد، اتكلمنا عن مؤسسات المجتمع المدني، واتكلمنا عن القطاع الخاص. الأدوار دي كل واحد فينا لابد إيه يبص لنفسه إزاي يقوم بيها. وخلي بالكم المواطن، المواطن سواء حزب الكنبة أو حزب الكرسي أو حزب مش عارف إيه، لا عليه دور. مواطن فنكوش دولة مش هتمشي، دولة هتبقى ملوش. طيب الشريحة اللي بعد كده لنا الأكاديميين. يا قلبي على الأكاديميين، يا قلبي على الأكاديميين. الأكاديميين والباحثين والمراكز الفكرية يعتبروا قاطع مشترك أعظم في كل مسيرة مجتمعية في أي منحة من مناحي الحياة المجتمعية التي نعيش فيها على الإطلاق. ربنا سبحانه وتعالى ميز الأمة الإسلامية بكلمة اقرأ، واقرأ ليس فقط القراءة والكتابة، اقرأ هي أن نتعلم لنعلم، نتعلم لننتج، نتعلم لنكون رواد، نتعلم لنكون قادة، نتعلم لنقدم حلول، ولن نتعلم إلا على أسس بحثية فكرية مؤطرة. أسس بحثية فكرية مؤطرة. أنا كنت أسمع كلمة حدثت لأحد الناس حاولته في العراق هو، بس أنا مش فاكر أسماء الشخص. وهو داخل يكرم جاي من أوروبا، وجد شخص بيبيع جرائد في الخارج، فكر أنا اسمه إيه، فكأنه عرف هذا الشخص ولم يكلمه. ودخل الراجل الطبيب المحترم الكبير ده علشان ياخد الجائزة بتاعته، دخل جوه، ولما نادوا عليه عشان ياخد الجائزة ترك المنصة وخرج للخارج يجيب الراجل اللي واقف على الشارع ده اللي هو لابس ملابس مهلهلة يبيع الجرائد. والراجل كان خايف ان هذا الراجل الوجيه الشاب الصغير اللي هو جاي ياخده هيعمل له غرامة، فقعد يتحايل عليه لغاية ما انصاع بائع الجرائد الى ان دخل معه الى القاعة واعلن على الناس ان هذه الجائزة انما تمنح لهذا الرجل الذي كان استاذي وانا اتعلم في المدرسة الثانوية او الاعدادية. هؤلاء العلماء من المربين، هؤلاء العلماء من المدرسين، هؤلاء العلماء من هؤلاء الناس أصحاب الفكر لنربوا أجيال، لابد أن نحترمهم احترام غاية، وإن لم نحترمهم فلا قيمة لنا في الحياة. نتكلم على الأكاديميين والمراكز البحثية الفكرية التي لا تجد الفتات إلا إن أردنا منها أن نكيد بمكيدة لحزب سياسي آخر أو لزعيم آخر أو لكذا أو لكذا أو لكذا. فلا تسييس للأكاديميين ولا تسييس للمراكز الحزبية ولا تسييس للمراكز الفكرية، بل تكون من أجل الحفاظ على المجتمع الذي نعيش فيه. الشريحة اللي بعد كده يا لانا، أنا قربت أخلص دلوقتي، معذرة يا شباب، أنا والله يعني مع كثرة التغيرات في مناخ الكورونا ده إلى فجر هذا اليوم حتى وأنا بصلي السنة كان مخي منشغل. حقول إيه؟ أنا جاي للناس بقول إيه؟ كلام اتقال قبل كده، فحتى فقدت التركيز في الصلاة. عارفين طبعاً الشيطان بيجي في الصلاة بيخش عشان يفقد التركيز، فقدت تركيز الصلاة، لكن ربنا ألهمني بأني كتبت كل هذه الأشياء أو أغلب هذه الأشياء اللي في الآخر، خاصة اللي هي فلسفة الجائحة إن امتدت، كل النقاط اللي فيها وهذه النقاط اللي موجودة بالأسفل. أقرأ عليكم. لابد أن نتوقع حدوث أي شيء. إحنا دلوقتي أنا قلت في الأول إحنا ما بين الحقيقة وما بين المؤامرة اللي هي نظرية المؤامرة.
خلاص ما بين الاثنين لابد ان نتوقع، لابد ان نتوقع حدوث اي شيء سواء كانت في نظريه مؤامره او الايمان بانها جائحه. خلاص نكون مستعدين من اين سياتي البلاء، فعلينا ان نضع لنا حلولا بديله لكل مسار من هذه المسارات قد ترجعنا هذه الحلول للتعامل مع هذه الازمه بطرق اكثر بدائيه كما ذكرت في الاول. قد ترجعنا هذه الحلول للتعامل مع هذه الازمه بطرق اكثر بدائيه مما نتوقع كما كان يتعامل معها اسلافنا في ذكرتها في الاول في المواصلات وفي الطعام وفي الطب البديل وحتى في المساكن التي يمكن ان نبنيها بالموارد المحليه المتاحه تصبح اقل كلفه وصديقه. يبقى واحنا داخل متغيرات سريعه من نظريتين، واحده حقيقيه والاخرى تامريه، لا نعرف من اين سياتي هذا البلاء، فلا بد ان نكون مرنين في فكرنا، مرنين في افاقنا، متعاونين مع اخواننا واخواتنا داخل أوطاننا كي نستطيع أن نتصدى لكل هذه التغيرات التي هي غير متوقعة. دي الفلسفة، الحتة دي حتة في الفلسفة، أنا مش فيلسوف، دي حتة في الفلسفة حقيقية، إن أنت ما تركنش إلى حل واحد لأن المتغيرات كثيرة والرياح تهب بما لا تشتهي السفن من اتجاهات مختلفة 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 لا نتوقع من أين تأتي. وقد يحاك للعالم الآن ظل هذه الجائحة أما نسميه هو تغيير ديموغرافي ثقافي جغرافي داخل مناطق مختلفة ونحن لا ندري، فيشغلوننا بجوائح ثم يقسمون بلادنا دون أدنى ويسرقون مقدرتنا دون أدنى. فمع كل هذه التغيرات ما علينا إلا أن نكون مرنين في التعامل مع كل المواطنين داخل مجتمعاتنا لكي نحمي المجتمع ونحمي الوطن ونحمي التاريخ ونحمي الثقافة ونحمي العقيدة ونحمي المقدرات. يلا يا لانا عاد سلاح إيه؟ معلش يا شباب أنا سخنت شوية. الشريحة اللي بعد كده يا لانا دي آخر شريحة ودي كتبتها الصبحية برضك، ما بين أن يلعب شيطاني بي كي لا أصلي سنة وأن أكتب هذه الأشياء. والحمد لله ربنا بفضل دعائكم جعلني أتغلب عن الوسواس على الوسواس الخناس لكي أكتب هذه العشرية النهائية. العالم في تغير وعلينا ان نكون جزءا من احداث هذا التغيير. شفتوا خلي بالكم احداث والهمزه تحت الالف، وجزءا من اداره هذا التغيير الهمزه تحت الالف، وجزءا من قياده هذا التغيير. ها يبقى برضك بنجر القياده، يبقى عندنا الاحداث والاداره والقياده والريادة وجزءا من ريادة هذا التغيير. حذاري يا من أنشأتم حضارات وبنيتم نهضات على مدار القرون أن تكونوا حزبا من أحزاب الكنبة وأنتم أغنياء، أغنياء بما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من مقدرات شخصية داخل أفئدتكم ثم المقدرات مجتمعية تحت أرجلكم. فعندنا ما ليس عند الآخرين، فلا بد أن نكون جزءا من الإدارة وجزءا من الإحداث التغيير وجزءا من القيادة وجزءا من الريادة، بل نكون نحن الرواد والقائد. أبدأ بهذه العشرية الأخيرة لكي تكون ملخصة لما قلته كله. علينا أن نناضل من أجل وجود مناخ للحريات يسع الجميع. اثنين، علينا أن نحترم الثقافات والعقائد والأديان المختلفة شئنا أم أبينا كما كان يحترمها
الأنبياء من قبل صلى الله عليه وسلم مصطفى. علينا أن نستثمر بالدرجة الأولى في المواطن، في المواطن، في المواطن، في كافة مناحي الحياة التي يعيشها المواطن، وخاصة الشباب والنساء الذين يمثلون ما لا يقل عن 80% أو 85%. علينا أن نستثمر في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى كبرنامج. علينا أن نبني قطاع مدني قوي ومؤسسات مجتمع مدنية قوية فاعلة مفاعلة رائدة وقائدة. علينا بناء أواصر الدولة على قاعدة المؤسسية المستقلة عن الحكومة، فلا تسيس مؤسسات الدولة حكومة تابعة لحزب، خطأ، هذا خطأ قاتل، يأتي حزبا متسلطا على حكومة معينة فيسيس مؤسسات الدولة من أجل الحزب أو من أجل رئيس الحزب أو من أجل رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء، كل ده فنكوش. حرام علينا أن نجعل هذا يحدث داخل الفقه المجتمعي. بناء أواصر الدولة على قواعد المؤسسية المستقلة عن الحكومة التنفيذية. علينا تشجيع وتمكين قطاع رجال الأعمال الوطني. معنى كلمة وطني هنا هم يؤمنون بالوطن، يؤمنون بالمجتمع، يؤمنون بالمواطن، يؤمنون بحماية الوطن والمجتمع والمواطن، ليس السرقة والمختلسين من رجال الأعمال. علينا الاعتماد على معايير الحوكمة الرشيدة من الشفافية والمحاسبة والمراجعية وكل المعايير اللي احنا بنتكلم عنها في المحاضرات دي، وتطلع كلام من مخنا وتطلع من ودننا ويطلع من بقنا كلام تخين محدش بينفذ. نمرة 9، على الاعتماد في البناء المؤسسي المجتمعي على عنصر التواصل. أرجع تاني مرة واثنين وثلاثة، تواصل، تنسيق، شراكة، تكامل، ثم الاندماج الأمن. أنا لا أمزح ولن أمزح ولن أبتسم أبدا، لأن الأمر جلل والخطب كبير والجائحة أعظم منا كبير جميعا، إن كانت حقيقة أو كانت من اللي هو النظرية المؤامرة. والأخيرة طبعا كلكم هيقولوا أنت نسيت حاجة، أقول لكم طبعا ما نسيتش، جعل الدين أنا أقاتل عليه شاء وأم أبو، لن أتنازل عنه، أعتز بإسلامي وأعتز بديني وأعتز بتاريخي وأعتز بثقافتي. سوات جعل الدين والقيم المجتمعية والثقافة الوطنية والتاريخ محور أساسي تلتف حوله كافة المحاور الحياتية المجتمعية. كنت في جلسة من الجلسات في مؤتدى الاقتصاد العالمي في دافوس 2006 ولا 2007، كنا في جلسة مصغرة، وكان في إحدى هذه الجلسات رئيس دولة دون ذكر اسمها علشان ما زعلش المتنخرين والمتنطعين والمتمش عارف ايه، فقال كلمة ما زالت هي شايفين ودني دي، لو انتوا شايفينها شوفوها بقى، انا ليه ودنين، انا ماسك ودان الاثنين دول. قال كلمة، قال سيبوكم التاريخ يا شباب، تاريخ ايه دلوقتي بنتكلم عنه، لا بيعلمكم الحقد وكذا وباسم المجتمع، سيبوكم لانه هو تاريخه اسود، تاريخه أسود، وتاريخ فكره أسود منه، وتاريخ ما عملوه من أبناء مجتمعه أسود وأسود منه، فعايزنا ننسى التاريخ المجيد الذي أسس له أنبياء ورسل المستحيين والصالحين، سواء كانوا المستحيين والصالحين هؤلاء من أبناء المسلمين أو من غير أبناء المسلمين. يعني إحنا نعتز بنيلسون مانديلا، نعتز شي جفارة، نعتز بمهاتما جاندي، نعتز بكل هؤلاء الناس لأنهم أحدثوا تغيير مجتمع، كما نعتز بأبنائنا من المسلمين الذين أحدثوا التغييرات المجتمعية بعد الرسل. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن ننسى تاريخنا، ننسى ثقافتنا، ننسى قيمنا، ننسى معقداتنا، ننسى أبيائنا، ننسى رسل.
أنا كده انتهيت يا أخت لانا وجزاكم الله خير. أنا ما عارفش اتكلمت كتير النهاردة، كنت منفعل شوية، إنما انفعالي هو لأني بحبكم وأردت أن أتواصل معكم من قلبي وليس من قلبي. أتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد والرشاد، وأنا خدامك يا أخت لانا وأيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور هاني على هاي المحاضرة القيمة، شكرا لسادة الحضور. حاليا عندنا استراحة 10 دقائق وبعدها نبلش محاضرة ثانية مع الدكتور فادي. شكرا بيك أستاذ فادي وشكرا لحضورك هاي المحاضرة. نبدأ إن شاء الله محاضرة، تفضل دكتور فادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والمولاه. جزاكم الله خيرا على الدعوة، وأشكر جميع الأخوة والأخوات الملتحقين في البرنامج. رأيت ما شاء الله من كل دول العالم العربي، نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظكم جميعا إن شاء الله وأسركم، ويمكن لكم إن شاء الله دائما أن تخدموا الناس والمحتاجين وتخدموا بلادنا ومجتمعاتنا بشكل أفضل وأحسن إن شاء الله، وقبل منكم كل الجهود طيبة. بداية بعد كلام دكتور، يعني الواحد في صعوبة، يعني إذا وجد الماء نقول بطل التيمم. فدكتور هاني ما شاء الله عليه يعني أستاذنا، وكان لي الشرف أن يكون أستاذي لفترة 30 سنة الماضية، تربيت على يديه في العمل الخيري ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك له جهده وعمله وعمره إن شاء الله، ويزيده قوة وإخلاصا وتسديدا إن شاء الله. أنا اليوم إن شاء الله سأشارككم يعني حملة عملية حصلت مع بداية أزمة الكورونا اللي دخلت عندنا فعليا في بريطانيا في الأسبوع الأول من شهر مارس، قبل ما يبدأ عنا نحن اللوك داون أو الإغلاق الرسمي. كنا على اتصال مع مجموعة من الأخوة والأخوات في أوروبا وبالتحديد في إيطاليا، لأنه كانوا هم سبقونا للأسف بأزمتهم ومن عدد الضحايا والإغلاق وهذه، حتى نعرف كيف تعاملوا معها وما هي المستجدات التي يفترض أن ننتبه إليها في حال وصل. وكما هو معروف كان بريطانيا متأخرة أسبوعين في موضوع أزمة الفيروس. فكان بداية حقيقة لما يعني تقع أزمات من هذا النوع لابد هنا دور لي أنا أسميهم في الإنجليزي change makers، يعني الناس التي صناع التغيير في المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية لهم دور حقيقي ورئيسي، وبالأخص في وقت الأزمات الكبرى مثل هذه الأزمة. يعني لا يكفي أن يكون دورهم تقليدي كما يحصل في أي حملة أو في أي برنامج أو في أي مشروع يقوم به في الأيام العادية، لابد من رفع الطاقة ورفع التركيز والتدخل بشكل مناسب يتناسب مع حجم الأزمة. وما مما لا شك فيه الأزمة هذه التي نمر فيها إلى الآن غير مسبوقة وكلنا متفقين على ذلك، ولكن لابد من أن نتعاون فيما بيننا ونعمل على تخفيف حدتها على يعني على أكثر على الناس الأكثر يعني تأثرا وحرمانا في مجتمعاتنا. الأزمة أكبر من الدول واضح، كانت أكبر من الحكومات، أكبر من المجتمعات، أكبر من العالم. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويؤيدنا وإياكم بالصبر وبالسداد حتى نستطيع أن نتخطاها ونخدم الناس بشكل أفضل. هذه الحملة تعتبر اللي سميناها الحملة الوطنية للتضامن، تعتبر يعني حملة الأولى من نوعها في بريطانيا التي تجتمع فيها المؤسسات الخيرية الإسلامية للقيام بحملة من هذا الحجم. أنا حالياً يعني أقود مؤسسة اسمها منتدى المنظمات الخيرية الإسلامية التي أنشئت، والفاوندر أو المؤسس الدكتور هاني جزاه الله خير، بغرض يعني جمع الناس على التعاون وتبادل الخبرات وتجنب الأخطاء، وأيضاً تشكيل نوع من الجبهة الموحدة
الخيرية، الجبهة الخيرية الموحدة لخدمة الآخرين وبالأخص المجتمعات اللي نخدمها سواء في بلادنا أو في الدول التي نعيش فيها. فبدأت الحملة قبل أن يبدأ الإغلاق الرسمي في بريطانيا. فكرتها كانت أنه لابد أن نجتمع، لأنه عادة في وقت الأزمات كل مؤسسة خيرية تحاول أن تشارك بما تستطيع أو تخدم في مجال تخصصها الذي تعمل به بشكل عام، وهذا شيء طيب ويعني مقبول. ولكن ما هو غير مقبول أنه نجعل من الأزمة فرصة أن نثبت وجود مؤسساتنا فردياً في الوقت التي هو الأزمة هي أكبر من التحدي، أو التحدي كبير أكبر منا جميعاً. فأنشأت هذه الحملة، جمعت يعني بحدود 20 مؤسسة خيرية وحدود 15 مؤسسة تمثيلية رسمية في بريطانيا. وإن شاء الله أنا أوريكم بعض يعني الشعارات لهذه المؤسسة. هذا كان الشعار اللي هو نحن نسميه الصوفت. وكما تلاحظون ابتعدنا عن ذكر يعني الإسلامية والمؤسسات العربية أو شيء، كجزء من مشاركتنا بالمجتمع الذي نعيش فيه والذي نحن منه. دعوني أشارككم هنا فيديو قصير جدا اللي هو نحن نسميه الفيديو الرسمي للحملة. بسم الله. كما هو ملاحظ حقيقة أحد أهداف الحملة كانت أن كيف نستطيع في الجو بالأخص في بعض الدول الأوروبية، الإسلاموفوبيا منتشرة في كل مكان ودائما يتم استخدام الإسلام وعرضه بشكل سلبي وبشكل سيء. فقلنا بالوقت نفسه الذي نقوم به بعملنا الخير والعملنا الإنساني، دعونا مع بعض أن أيضا أن نرسل رسالة إيجابية ل جالياتنا العربية والإسلامية الموجودة في بريطانيا، أن نرسل رسالة إيجابية للمجتمع اللي نعيش فيه، وبحيث أيضا نسلط الضوء على مشاركات المؤسسات الخيرية أو العربية الإسلامية في بشكل عام وفي التحديد في موضوع الكورونا. هنا يعني ملخص سريع للمؤسسات المشاركة. على يساركم إذا كان نفس اليسار التشارتي بارتنرز المشاركين، المؤسسات الخيرية المختلفة. في الوسط كان المؤسسات الرسمية الممثلة للوجود الإسلامي في بريطانيا، وعلى اليمين الشركاء الإعلاميين. فهنا يعني بشكل سريع جمعنا كل أغلب المؤسسات الفعالة الإسلامية الموجودة في بريطانيا، وبالأخص المؤسسات التمثيلية التي بالعادة التي لا تجتمع فيما بينها للأسف لأسباب متفرقة. لأول مرة جمعناهم حتى فعلا نرسل رسالة. التحدي الكورونا تحدي كبير كما ذكرنا سابقا، ما ينفع أنه خلافاتنا السياسية وبعض الأحيان الأيديولوجية وبعض الأحيان خلافاتنا الشخصية تؤثر على عرض صورة موحدة والتعاون فيما بيننا قدر الإمكان. الحملة كانت عدة يعني لها عدة أهداف، منها وهذا حقيقة أريد ألفت النظر إليه يعني بعد جمع المؤسسات المختلفة والشركاء، أن
تحاول أن تكون أداة لجمع المعلومات عن المؤسسات التي تعمل في بريطانيا من قبل الجالية المسلمة في مساعدة يعني المحتاجين وتدخل في مناطق مختلفة على بريطانيا. بعض الأحيان أخوتي وأخواتي ننشغل كمؤسسات بشكل عام، مؤسسات خيرية موجودة للإطعام، للإسكان، للعلاج، للأشياء، ننشغل في هذه الخدمات، وهذا شيء طبيعي، ولا ننتبه بعض الأحيان أنه لابد أحد منا أن يأخذ دور، يعني دور صورة نحن نسميها صورة جوية لما يحصل على الأرض، وجمع المعلومات عن المؤسسات، عن المتطوعين، عن الثغرات، حتى تستطيع يعني يكون الجهد مكمل ولا يكون مكرر ولا تضيع يعني الطاقات وتضيع الموارد في 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 أشياء بعض المؤسسات الأخرى يعني عندها قد يكون عندها إمكانيات تساعد مؤسسات أخرى. فهنا مثلا نرى تحت المابينج لوكال اكشن الى الان وما زلنا شغالين على فكره في موضوع الداتا بيس تاع المؤسسات التي تعمل ونتصل بها حتى نعرف ماذا تقدم. وصلنا لغايه البارحه سبحان الله الان اليوم كلموني الاخوه 188 مؤسسه 188 يعني مؤسسه تعمل في يعني اماكن مختلفه في 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 بريطانيا وفي مجالات مختلفه، منهم من يقدم الدواء، عفوا يقدم ايصال الدواء، منهم يقدم الأطعمة، ممكن منهم من يقدم المتطوعين، منهم من عنده يقدم الآن مساعدات مالية لبعض الأسر التي حالتها الاقتصادية صعبة وهكذا. في نفس الوقت قمنا ب أمشي اللي بعدها بسم الله. أوكي. في نفس الوقت قمنا بتركيز الضوء على حالات دراسية عن أشياء قامت بها المؤسسات بشكل جيد، يعني قامت بشيء نوع مختلف. وهذا حقيقة لو كنا نحن من ننفذ العمل على الأرض من توزيع ومساعدات لن نستطيع أن نقوم بهذا الدور، فلا بد دائما إخواتي وأخواتي أن يكون أحد مؤسساتنا تأخذ هذا الدور، سواء مؤسسة مظلية، مؤسسة جامعة، مؤسسة أبحاث تركز على موضوع أن يعني هو مؤسساتنا لازم كل مؤسسة منها أصلاً تثبت ما تعمل به حتى تستطيع هي أن تقيمه، ولكن في هذه الأزمة لن تستطيع أن تقوم بذلك، فجيد أن يكون أحد آخر مؤسسة تتخصص في هذا الموضوع وتركز على هذه الأشياء. وكنا نقوم يومياً ب يعني المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه الحالات الدراسية، حتى المؤسسات الأخرى التي تريد أن تقوم بدور معين ما تكرر نفس الشيء إذا كانت نفس المنطقة أو إذا ما عندها خبرة في هذا المجال تتصل بالمؤسسة هذه التي عرضنا حالاتها الدراسية، أو إذا عندها موارد أو حتى عندها متطوعين أو المتطوعين موجودين يحتاجوا أن يتصلوا بالمؤسسات في مناطقهم المحلية كانوا يعني يجدوا هذه وسيلة جيدة أو المعلومات كانت وسيلة جيدة لهم. بنفس الوقت هذا الأسبوع خرجنا أيضا ملحق آخر، كنا كل أسبوع تقريبا نصدر نوع من معلومات إرشادية عن موضوع محدد، مثلا عن موضوع حماية المتطوعين، عن موضوع كيفية التعاون مع المؤسسات المحلية والبلديات وهكذا، فعن موضوع كيفية حماية البزنس موديل، احنا كيفية تسيير المؤسسة في ظروف صعبة. آخر واحد أطلقناه الأسبوع الماضي كان عن كيفية حماية الآن عودة بعض الموظفين، لأنه بعض المؤسسات الآن قسمت الموظفين، ما كلهم يستطيعوا يستوعبوهم في مؤسساتهم، فقسموهم على أيام، كيفية حمايتهم، إمكانية توفير حماية لهم خلال وجودهم في المؤسسات، كيفية وصولهم لهذه المؤسسات. فأشياء يعني حقيقة إرشادات بعض الأحيان قد نظن أنها بسيطة
ولكن إذا لم تكن موجودة وهي قد تكون موجودة في أي مكان، جمعناها بشكل جيد اتصلنا مع المؤسسات وفهم يعني تعرفنا على ما هي الخطط التي سيقوم بها لإرجاع موظفينهم أو متطوعيهم أو لأنه الفترة التي مضت وأذكرها هنا يمكن حتى في أغلب دولنا جميعاً نعمل إلى الآن نعمل من البيوت رغم أنه صار فيه تخفيف للقيود ولكن الفيروس لم يختفي للأسف لم يمشي الفيروس ما زال موجود فلا بد منا جميعاً أن نتابع بالإجراءات نكون فعالين ولكن أيضاً نحن موظفينا والآخرين في نفس الوقت المعلومات التي كنا نجمعها كنا نشاركها في على المستوى الوطني مع المؤسسات المجتمع المدني اللي هي خارج إطارات جالياتنا يعني خارج الجالية العربية والإسلامية مؤسسات وطنية وهذا ساعد أيضاً تسليط الضوء على عمل مؤسساتنا وخلال عمليات البحث هذه أيضاً أخرجنا الآن توصيات للجهات الرسمية عن كيفية التعامل مع المنظمات الأقليات والإشكاليات الموجودة حالياً من قلة التمويل أو عدم يعني تسليط الضوء على الدور الإيجابي لهذه المؤسسات وبالأخص بهمنا هذا الموضوع الجالية العربية والإسلامية لأنه دائماً عندنا تغطية على نشاطنا وبرامجنا تغطية سلبية بشكل عام بسبب ظروف الإسلاموفوبيا التي نعيش فيها فجيد أنه في هذا الوقت اللي ننفذ برامجنا في هذه الأزمة أن يكون تسليط الضوء على هذه الأشياء هذه بعض الملحقات التي أو الكتيبات اللي هي كتيبات إرشادية اللي سويناها لحماية المتطوعين للتعرف مثلاً على احتياجات التي لم يتم الانتباه إليها حماية المتطوع ذكرنا هنا كيفية التعاون مع المؤسسات الأخرى سواء في نفس المجال أو البلديات يعني هذه خرجت الآن رقم 5 تعتبر الجايدز اللي خرجت كانت أولها تخرج في أول أسابيع الأزمة وهذه حقيقة يعني وبشهادة المؤسسات اللي وصلتها يعني شكرونا إنه وصلتهم في وقت يفكر ماذا يعني كيف سيضع خطة تنفيذية في المجال الذي تم تسليط الضوء عليه على اليسار هذه الكيس ستاديز اللي هي الحالات الدراسية على المؤسسات المختلفة في الوسط قمنا بإنشاء نوع مشابه الذي نقوم به الآن بس كان في نفس الوقت على الإشكاليات القانونية للمؤسسات الخيرية في بريطانيا خلال أزمة الكوفيد 19 على كيفية العمل في الخارج للمؤسسات التي تعمل في خارج بريطانيا كيفية تنفيذ حماية العاملين مع عدم السفر كيفية تقوية الشركاء المحليين أو المؤسسات التي تمثلهم في دول مختلفة وعلى السوشيال ميديا قمنا بتسليط الضوء على عدة برامج وأشياء حتى نستطيع يعني كنا نراقب حملات المؤسسات وتنفيذها للمشاريع ونلفت نظرهم بشكل فردي شخصي ونسلط الضوء مع عدم ذكر الأسماء على بعض الأشياء اللي لابد أن تنتبه إليها المؤسسات التعاون مع المؤسسات هذه على اليمين تحت يمين هذه المؤسسات الوطنية التعاون معها مهم جداً حقيقة أن الأزمة أكبر زي ما كما ذكرت في البداية من الحكومة من الدولة من القطاع الخيري كله فلا ينفع أن نعمل لوحدنا ودائما كنا نشجع الناس من يعرف على مؤسسة تعمل في أي مكان يعني يربطنا بها أو يدخل على الويب سايت عندنا ويسلط يضع المعلومات بعدين نحن نقوم بالاتصال بهذه المؤسسات نتأكد على مجالها وتخصصها إشكالياتها تمويلها وإذا في أي طريقة نساعدهم أو نربطهم مع مؤسسات أخرى حالياً الحملة هذه الآن دخلنا نحن تقريباً 4 شهور وكما ذكرت وصلنا لمعلومات 188 مؤسسة
من الجالية المسلمة، مؤسسات صغيرة، مؤسسات محلية، مؤسسات وطنية تعمل في مساعدة الناس في مجالات مختلفة. وضعنا الآن هذه، أنتم تروا شيء لسه ما لم نخرجه للعلن، اللي هو تقرير عن الفترة 3 أشهر يتضمن معلومات كاملة عن المؤسسات التي عملت في الاستجابة لتحدي كوفيد 19 في بريطانيا، ما هو مجالها، ما هي تحدياتها، أين جغرافيا في بريطانيا كانت تنفذ. وأحببنا أن نعطيه اسم إيجابي، يعني الجيران في يعني next door في الذي بجنبنا. وهذا حقيقة يعني بديننا وبتقاليدنا موضوع الجار موضوع مهم جدا، فحببنا أن نلفت النظر إليه بشكل إيجابي. فالتقرير هذا إن شاء الله بإذن الله سيخرج يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، وسيتم تزويده لمجموعة من صناع القرار، مؤسسات وطنية، كل المؤسسات التي استجابت من قبل الجالية المسلمة، حتى يستطيعوا يستفيدوا من التجربة. وهذا حقيقة لابد دائما أن ننتبه إليه جميعا، إنه الحصول على المعلومة أو حفظ المعلومة في وقت التنفيذ مهم، وإذا لم تستطع المؤسسة أن تقوم به بنفسها تحاول أن تجد أحد يعاونها على ذلك، وإن كان في مؤسسة مظلية مثل الآن Muslim Charities Forum مؤسستنا هنا تأخذ الدور في هذا المجال، حتى يستطيع يكون هناك تكامل، يستطيع يكون إن شاء الله الذين يأتوا بعدنا في المؤسسات أو الأجيال الأخرى ترى وتشاهد كيف استجبنا، كيف تعاوننا مع بعض في أزمة من هذا النوع تحدث البشرية جمعاء. يعني هذا حق للأجيال القادمة وحق لمن يأتي بعدنا في مؤسساتنا أن يرى كيف يعني نفذنا، إضافة تسليط الضوء على الثغرات والعقبات وأيضا الأخطاء يعني، وهذا شيء يعني أظن يكون حق للآخرين يعرفوا. هنا خلاصة سريعة ذكرته أنا خلال الكلام. جمع المعلومات مهم جدا في خلال حملات من هذا النوع، المشاركة بالمعلومة للمؤسسات الأخرى حتى تستطيع أن تعرف من يعمل في أي منطقة بماذا، ما هو التخصص، ما هي الثغرات، وهكذا تسليط الضوء على أي احتياجات أو ثغرات لم يتم الانتباه لها. فمثلا نحن نعلم مؤسساتنا جميعا تحب أن في وقت الأزمات توزع أكل طعام، سواء وحدات غذائية أو تطبخ وتوزع وهكذا، وفي هناك احتياجات لم يتم الانتباه إليها مثلا من آخرين. وأعطيكم مثل في بريطانيا، وجدنا المؤسسات التي تعمل في مجال الصحة النفسية أصبح عليها ضغط كبير لعدة أسباب. أولا المحتاجين الذين كان عندهم إشكاليات نفسية لم يستطيعوا، أو المرضى الذين عندهم هذه الإشكالية لم يستطيعوا أبدا أن يمشوا لهذه العيادات أو هذه المؤسسات بشكل شخصي، فأصبح في ضغط على المؤسسة كيف تستطيع التواصل مع هؤلاء الناس، وفي ضغط على الأفراد، فأصبح في نوع من ثغرة، تضاعف عدد المحتاجين لهذه الخدمة مع عدم وجود دعم مادي يساعد المؤسسات هذه التي تعمل في هذا المجال. حتى يعني أصبح كل الإرشادات تقوم عبر التليفون أو عبر سكايب أو عبر زوم للحالات الشخصية يعني، فهذا يعني صنع نوع من التحدي الجديد. جميعا أو أغلب المؤسسات كانت توزع الأكل، لم أحد ينتبه إنه في إشكالية في هذا المجال وفي مؤسسات تعاني لابد أن ندعمها. في بريطانيا مثلا عندنا مجموعة من الناس الموجودة في بريطانيا ما عندها أوراق، سواء لاجئين جدد أو وصلوا من فترة وما زالوا يعيشون بطريقة غير قانونية، هؤلاء لم يشملهم أي مساعدات أعلنتها الحكومة مثلا للموظفين الرسميين في المؤسسات وفي الشركات وفي الدولة.
هؤلاء لن يستطيعوا أن يحصلوا على شيء لما عندهم أوراق أصلا. فسلطنا الضوء عليهم خلال البحث. هناك يعني فئات معدمة لم تستطيع الحصول على 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 دعم. لو أمكن للمؤسسات التي تعمل في المناطق المختلفة أن تنتمي لهذه الفئة. هناك فئة مثلا اللي هي الأرامل أو المطلقات مثلا عندهم أطفال ما يستطيعوا يخرجوا في وقت اللوكداون لأنه ما عندهم أحد ينتبه على الأطفال. فأصبحت المؤسسات تستقي من عندنا بعض المعلومات التي جمعناها منهم أصلا. يعني هذه المعلومات تجمع بالتعاون مع المؤسسات. يعني نحن لا نستطيع نأتي بمعلومات من عندنا أو من في بالنا. لابد أن نتواصل مع كل المؤسسات التي تعمل على الأرض ونحصل منها على هذه المعلومات. ربط المؤسسات بإمكانيات أو بدعم من مؤسسات أخرى أو المشاركة بمطوعين. coordination هنا أقول everything. نحن حقيقة هذه لاحظناها يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني تعاون المؤسسات يخفف الجزء من الأزمة وأيضا يخفف يعني الويستج يعني خسارة الأموال أو تضييع الأموال أو القدرات أو الوقت على أشياء هناك مؤسسات أخرى تقوم بها. وهنا رقم 7 change makers must show leadership. يعني لابد لإخواننا وأخواتنا الذين يعملون في هذا السكتر في وقت الأزمات من هذا النوع فعلا يعني يظهروا نوع من المبادرة والقيادة. والمبادرة والقيادة تعني أنه لابد أن نكون مبادرين وننتبه أن الأزمة كما ذكرت والتحدي أكبر من مؤسساتنا جميعا. فلا ينفع أن نكون قلقين على اللوجو تاعنا الشعار تاع المؤسسة ومن يظهر وأين في الوقت اللي يفترض أن نتعاون فيما بيننا على تخفيف معاناة الناس. وهنا إن شاء الله الفيديو الأخير هذا يريكم بعض وهذا أيضا جمعناه عبر متطوعين. وعلى فكرة يعني هنا لابد أن أذكر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا وفقنا بمجموعة كبيرة من الأخوة والأخوات المتطوعين كانوا يعملوا من بيوتهم في مناطق مختلفة عبر المساحة الجغرافية كلها في بريطانيا. ساعدوا في كثير أشياء ومنها طلبنا منهم أن يراقبوا لأنه كانت المؤسسات تعمل بشكل متواصل 7 أيام ليل نهار. فكنا لما نطلب معلومات كان في صعوبة أن نحصلها على الوقت. فالمتطوعين كانوا دائما يعني يبذلوا جهد في متابعة الحصول على المعلومات حتى نستطيع أن نعطي صورة متكاملة لأنه هي أصبحت زي الفوسيفساء مزيك يعني نصنعه من كل المؤسسات تعمل في مجالات مختلفة. فقلنا لهم احصلوا لنا على معلومات من المؤسسات فيديوز أو صور تستطيع أن تعكس الصورة الطيبة والنشاط حتى تعطي أيضا دفع للمؤسسات. يعني بعد شهرين من الجهد المتواصل ما أحد يشكرهم أو يقول لهم يعني بارك الله بكم بنشاطكم برامجكم. والناس كلها يعني الأزمة وضعت ضغط على الناس ما أحد كان ينتبه لأحد. فمؤسسات الحمد لله ردت علينا بمعلومات وتفاصيل ومؤسسات أخرى لم تستطيع. فالمتطوعين حصلوا المعلومات من السوشيال ميديا تاع المؤسسات وجمعناها في هذا الفيديو اللي أحب أن أشاركه به إن شاء الله. During these challenging times is the times to come together. Is the time to make a difference. Across the UK we have charities, volunteers and local groups who are doing their best. John is live from the Open Kitchen here in Hounslow. Over 100 people were being fed on a daily basis. We're here with the Human Appeal today at Whittington Hospital in North London, having delivered 100 meals to the NHS staff. Thank you to Nadi Park Royal and to the Mayfair Islamic Centre for their generosity. We've received plenty of these great food parcels today. For those of us who are people of faith, these days on the one hand can be challenging because we can't meet together for prayer, but we can continue to do good works. I'm a volunteer for Islamic Health at the Sultan Bow Trust. We're here at Penn Hospital in Wolverhampton. Just giving a small gesture of 80 food packs to the amazing frontline workers. Lovely, lovely packs that have been donated. We share that it's all out, so it's within the Blackpool screen. We are at Blackpool Infirmary.
and we've just dropped off a pallet of water for the staff who are working tirelessly. I just want to say thank you to Muslim Charity. Brought in a lot of food for all the staff today at Blackburn A&E, and it's much appreciated by everyone. So we're here in Morrison's in Stratford. We just collected a couple of hundreds of eggs. They will be used as delivery for the vulnerable, providing a bit of chocolate and sweets. This is from our welfare trust at the Anita Stone Court Nursing Home, Moseley, Birmingham. It was an urgent request for PPE. One of the staff here told us that the stuff that they have is enough just to last them till the end of today. We responded to the call and they need, I think we've donated this PPE. From W.A. Smith, they're donating loads of food to Muslim charities. Bread, oil, some sardines here. This food has been donated generously by our local community and has been donated to families who are going to isolation. Not just isolated families, but those families who cannot afford to buy food. I just wanted to kind of offer my services to deliver to the elderly. I just wanted to be able to do what I can, even if that's just leaving the house for an hour, to be able to deliver to people who can't get here and who have to kind of stay in the house. The instructions that all the volunteers have been given is to place the bags outside the homes of the elderly and knock the door and then move back and allow them to collect it themselves so there's no contact taking place. Assalamu alaikum everyone, I've just come to deliver some food for this sister. In my eyes, you're more than a hero. You're a real lifesaver at the moment. I've got a young family and I'm shielding an elderly, very vulnerable dad. Just delivering you food pasta. And I was at a real struggle today at a point where no one could get me any food, and then at the last minute, the Muslim charity has stepped in and they brought me food to my door, so I'm really grateful. See you guys. Bro, thanks a lot, bro. Things are beginning to heat up. It's getting really busy now. We're seeing lots and lots of patients who are really unwell. I think the most important thing that I would like to say for anybody who's going to listen to this or see this is please, please, please stay at home. We're not overcooking this. It's really important that you guys stay at home. I guess the real inspiring lesson and the thing that gives me real hope for the future, amongst all this madness and this, you know, craziness that's landed upon us, is that I saw people from different communities, different backgrounds, people that maybe in a normal day, in a normal course of life, wouldn't actually even meet each other. They wouldn't even maybe stop and talk to each other, but they're working together. So women coming in their lunch hours and dropping off food parcels to, you know, people opening up their cafes and cooking food for us. This is unprecedented times, but also needs unprecedented actions to come together. So thank you, Open Kitchen, and thank you, Muslim Hands, and thank you to all your volunteers for what you do. Keep our energy going. Thank you so much. Come on, brothers. Assalamu alaikum. They need your support, they need your prayers, and most importantly, together we can do it. We can spread love, we can spread peace, and we can spread hope to our communities. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا لك استاذ فادي، جدا كانت ممتعه المحاضره، وحلو نشوف انه كان في مثال عملي على التعاون والتنسيق والشراكات بين المؤسسات، وان شاء الله نتمنى نموذج المنتدى الاسلامي الخيري ان شاء الله يتكرر في اماكن اخرى في العالم، واحنا ما شاء الله عندنا ما شاء الله اليوم محاضرين مشاركين من اغلب دول العالم العربي والاسلامي ان شاء الله. الان حناخذ ان شاء الله استراحه قصيره جدا لمده 5 دقائق ان شاء الله، بعدين حنبدا باخر قسم من البرنامج اليوم اللي هي الاسئله والاجوبه باذن الله. فان شاء الله يلا جهزوا اسئلتكم واحنا في انتظاركم. ان شاء الله في اسئله عن المحاضره، ان شاء الله احنا سجلنا المحاضرتين وان شاء الله باذن الله نشاركها مع الجميع بعد يعني اخذ الاذن من دكتور هاني والاستاذ فادي
صوت فادي كان واضح جدا، بس البعض اشتكى انه ما كان الصوت واضح. ان شاء الله نشارك معكم التسجيل المحاضرة، والاسئلة تحبوا تكتبوها كتابة او ترسلوها عبر الواتساب او ان شاء الله مباشرة هنا، ما مشكلة، نستقبل الاسئلة يعني بكل هالطرق ان شاء الله. أخ أو أخت من الآيفون، ما هو هذا الاسم؟ دكتور فادي، إحنا نأخذ الأسئلة إن شاء الله بعد الاستراحة نقولها حتى جميل. نجاوب عليها. جميل. وكلنا على الله. تفضلي. طيب راح أبلش بالأسئلة اللي مكتوبة. أول شيء سؤال، كيفية حل مشكلة عدم التضامن المجتمعات المحلية مع بعضها البعض؟ هل تسمعني؟ عدم إيه؟ كيفية حل مشكلة عدم تضامن تضامن المحلية مع بعضهم البعض؟ نعم، تضامن المجتمعات المحلية مع بعضها البعض. أنا مش فاهم السؤال الصراحة. أنت فاهم السؤال يا فادي؟ هو المؤسسات يعني تعتبر يعني لو قلبنا سؤال كيفية حل مشكلة عدم تعاون المؤسسات المحلية مع بعضهم البعض. ده السؤال ده لمين؟ ليه ولا الفادي؟ أي حد يجاوب مش مشكلة. تفضل يا فادي. عدم تعاون المؤسسات المحلية بعضها مع بعض يعني قصدك كده؟ أيوة دكتور. طيب عدم التعاون ده هو قصور في الرؤية وقصور وجهل، مش قصور كمان، وجهل في دور مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني انشئت لخدمة المجتمع، ليس لخدمة افراد او لخدمة احزاب سياسية او لخدمة رجال اعمال كما يحدث في كثير من البلاد للاسف يعني. وعدم التعامل ده هو جهل من جهة وقصور في الفهم من جهة واستحواذ من جهة أخرى، وهذا ما يعطل المؤسسات ويعطل بناء المجتمع المدني أو الدفاع عن المجتمع نفسه اللي احنا بنشتغل فيه. فأنا مش عارف أقول أكثر من كده إيه يعني بالنسبة لهؤلاء الناس اللي لسه عايشين في ثقافة إننا يعني نحن المسؤولين ونحن الأوائل ونحن كذا وكذا وكذا وكذا، العزالية دي واللي هي حب الذات أو حب المؤسسات بتاعتهم، وده يعتبر مرض كبير جدا عند مثل هذه المؤسسات. سواء كانت المؤسسة دي صغيرة مبتدئة على مستوى الحارة على مستوى الشارع على مستوى القرية أو على مستوى الوطن، أعتقد أنه مرض لابد أن تعالج مثل هذه المؤسسات من هذا المرض. شكرا لك دكتور هاني. أكو حاليا سؤال الأستاذ فادي، ما هي الوسائل الممكنة لرابط شراكات عمل تتوزع من خلالها الجهود وليس مجرد شراكات صورية؟ يعني دعونا نبني على السؤال اللي سبق وما ذكر الدكتور. يعني الإشكاليات موجودة في كل مكان، يعني أنا الذي عرضته عليكم الآن يعني أنتم شفتوا الصورة المشرقة منه،
يعني لم نرى التحديات والإشكاليات التي وقعت، واللي جزء منها إشكاليات بين مؤسسات وعدم يعني فهم أن نستطيع أن نتعاون فيما بيننا. يعني ثقافة أن نتعاون فيما بيننا كأفراد ومؤسسات لابد أن نعود إليها، يعني هي حقيقة بدأت عندنا، يعني نحن أمة واحدة، نحن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة، يعني نحن يعني بلادنا قطعت ودولنا قطعت داخلها، ومؤسساتنا أصبحت تؤمن بالحي وليس بالمنطقة، الحي الواحد أصبح يؤمن به أنه حدود. فأنا بتصور لابد أن نبدأ منتدى المنظمات الخيرية الإسلامية، عندما الدكتور جزاه الله خير وبعض الأخوة الآخرين بدأوا ب 2007 كان تحدي كبير أن يجمع الناس حول الطاولة فقط حتى يعني يستطيعوا أن، لأن مؤسسات خصوصا المؤسسات الخيرية، وأنتم أغلب مؤسساتكم في 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 بلادنا مؤسسات تنفيذية، هنا عم نتكلم على مؤسسات تنافسية في مجال جمع التبرعات وجمع الدعم، فهذه إشكالية أخرى هي التسويق وهذه الأشياء. ولكن حقيقة يعني المساحات للتعاون فيما بين المؤسسات يعني تصل إلى 80-90%، ومسائل التحديات أو التنافس يمكن 10% أو 15%. فلماذا نحن نترك 85% أو 90% من التعاون بسبب 10%؟ ولا بد أن يعني نبدأ بشيء، يعني كما ذكرت ب 2007 كانت 3 أو 4 مؤسسات التي بدأت منتدى المنظمات الخيرية الإسلامية، الآن عندنا 16 مؤسسة، وعندنا الآن تقريبا 10 مؤسسات أخرى تريد أن تلتحق. الإشكالية هنا ننتبه أن نحن لا نريد أن نقيم عرس، هذه عمل خيري، عمل منظم، عمل متخصص، يعني حتى لو بدأنا بعدد منظمات قليلة وتعاوننا فيما بيننا وأثبتنا أنه نستطيع أن روح المشاركة وروح التعاون وروح التضامن بدأت، الآخرين يعني سيبدأوا يلتحقوا بهدوء. يعني بعض الأحيان نريد أن نقوم بشيء فنجمع 20-30-40-50-100 مؤسسة وتبدأ الخلافات، لأنه كل يعني كلهم يريدوا يصعدوا الطيارة وكل واحد عنده يعني وجهة معينة في رأسه، ما كلهم يريدوا أن يسافروا إلى محطة واحدة، وهذه تأخذ وقت، يعني هذا ليس سهل، تأخذ وقت. وأفضل شيء يعني إجابة الأخذ من الجزائر لسأل السؤال، أفضل شيء أن نحدد، يعني نقوم بشيء واضح، يعني مشروع محدد، سواء في البحث، سواء في رفع القدرات، سواء في التدريب المشترك، سواء في التعاون. يعني أنت عندك في مؤسسة أخ أو أخت متخصصة في مجال الضبط المالي، وفي مؤسسة أخرى هناك ضبط الموارد البشرية، وفي مؤسسة أخرى هناك في مجال التسويق، لماذا لا نتعاون ونبدأ المؤسسة التي عندها تخصص معين وعندها خبرة في مجال معين تأتي وتشارك الآخرين في تخصصات ليست موجودة عندهم؟ يعني دعونا أن لا نضع نوع من الوهم أن والله العالم لن يتغير إلا إذا قمنا بثورة نغيره من تحت لفوق، لا، نستطيع أن نبدأ نحسن في مجالات عملنا، يعني زي ما نقول أخواننا المصريين حتى يعني خلينا نأخذها قطعة قطعة ونبدأ يعني نتعاون فيما بيننا إن شاء الله. شكراً أستاذ فادي. حالياً عندنا سؤال ثاني، كيف نوحد الأهداف بين المؤسسات الخيرية ذات التخصص الواحد ونعمل كشركاء وليس كمنافسين؟ لمن السؤال؟ إذا تحب دكتور هاني أو دكتور، ما محددين لمن السؤال؟ طيب، هو طبعاً نرجع نقول قبل أو أننا قلتها بكذا، هو بناء الشراكات دي نتيجة، مش إحنا يعني إن لم نكن مؤمنين ببناء الشراكات لن نبنيها. يعني بناء الشراكات بتأتي بعد مسيرة في الفهم نمرة واحد، مسيرة في العمل المجتمعي ومعرفتنا إن قدراتنا ضعيفة جدا على التصدي لكافة المشاكل الموجودة داخل مجتمعاتنا، نمرة اثنين مسيرة أخلاقية للتواضع للآخرين، سواء كان آخرين هؤلاء هم الممتحنين في حياتهم من الفقراء والمساكين
أو الجمعيات الأخرى، بصيرة أخلاقية أيضا في أننا بنتكلم عن كيف أتعاون مع الآخر، أتعاون على البر والتقوى، أتعاون على الإثم والعدوان. بصيرة أخلاقية في الأنانية وحب الذات زي ما أنا كلمت قبل كده. يعني ده قبل ما نتكلم عن الشراكة، الشراكة ده منتج. الشراكة مش جلسة هنقعدها نتكلم فيها مع بعض إن شاء الله في مؤتمر كده وخلاص احنا عمال كذا كذا، لا، الشراكة يعني الشراكة إيمان وأخلاق ومسيرة ومنتج في الآخر. تبالكم لن تأتي هذه الشراكة لمجموعة من الناس دخلوا على العمل الخيري وعلى المجتمع المدني كمستفيدين لوجهة معينة أو لكسب مادي معين أو لسمعة معينة أو لكسب سياسي. دول دخلاء على هذا العمل، والأسف أصبحوا دلوقتي مجموعة لا يستهان بها. فإحنا أصبحنا داخل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية في منا مرضى كثيرين وفي منا يعني مستفيدين للأسف إعلاميا وجهات خاصة لهم رجال أعمال. بعض الدول بيأسسوا مثل هذه المؤسسات من أجل شركاتهم أو بعض السياسيين، وكل هذه المؤسسات القائمة على هؤلاء لن تؤمن على إطلاق بالشراكة إن لم يكن هم المستفيدين الأول من الشراكة. يبقى الشراكة بنتكلم عنها هي منتج، منتج يأتي بعد إيمان المؤسسات بالقيام بهذا العمل. أنا أعطيكم مثل عملناه في لبنان في 2006، وكنت أنا لسه مازلت في المؤسسة الإغاثة الإسلامية في الوقت ده. كان في الافتتاح الإسرائيلي لجنوب لبنان وحبينا نعمل صندوق غذاء، فجمعنا 6 أو 7 جمعيات من دول عربية وأوروبية وقلنا هنحط الشعار على كل الصناديق لمن وضع من تبرع ب $10,000 أو من تبرع ب $100,000. قد ينظر الإنسان إلى هذه الشراكة أنها مجحفة. لا، هي مش مجحفة، لأن أنا هعطي صاحب $100,000 حصة $100,000 وهعطي صاحب $10,000 حصة $10,000، لكن هجعل من جمعيات $10,000 تسعد بأن شعارها سيدخل بكل المنازل. وهنا هو هنا 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 رفع يعني مستوى حماس المؤسسات الصغيرة وتواضع المؤسسات الكبيرة لكي تتشارك معه. الشراكة زي ما أنا قلت عليها هي أخلاق، أخلاق، وأن هي نظرة للمجتمع، نظرة علوية للمجتمع وليست نظرة دنيا للمجتمع، نظرة علوية للفقراء والمساكين والأرتام والأرامل، اللي أنا بعمل الشراكة من أجل أن أنا أقوي مسيرة العمل. دي نمرة واحد، وزود نمرة اثنين أن أنا أزيد التأثير الإيجابي على مجتمعهم بالشراكات. نمرة ثلاثة، أقلل الإنفاق. أنني أنزل مثلا في الموصل ولا في البصرة ولا في كركوك ولا في دهوك ولا في كربلاء ولا في نجد أشتغل وفي لي شريك هناك أنا أثق فيه أستطيع أن يقوم بهذا العمل. ليه؟ ده السؤال اللي هو فيه شيء من إجرام بعض المؤسسات وبعض القائمين على مثل هذه المؤسسات. لماذا؟ عشان أنا أكون هناك، أنا أخذ الصورة، أنا أخذ اللقطة، أنا مع العلم إن اليتيم والأرملة والمسكين ده هيعرفك أنت مين ولا أنت مين. فهنا نرجع لنقطة أساسية في الموضوع، العمل الإنساني بعمومياته هو عمل أخلاقي، عمل أخلاقي يعني نفذ إليه كثير ممن لا أخلاق له. السلام عليكم. طيب دكتور هاني، في سؤال من الست واضحة عثمان تحب تسألك بشكل مباشر، تفضلي.
أتصور قطع الأمثلة. السؤال وهم يشكلون نسبة 60%، ومن ثم ذكر تكاتف أفراد المجتمع لحل الأزمة. إذا كان أفراد المجتمع معظمهم من هذا النوع، كيف نعتمد بالحلول عليهم؟ هذا ليه السؤال ده؟ عشان حزب الكلبة؟ نعم. طب انت حزب الكلبة ده ما موجود في كل حتة، حاجة مش جديدة، خلي بالكم. شوفوا يا شباب، المحدثون للتغيير قلة قلة قلة، على رأسهم الأنبياء والرسل ثم المصلحين. فتلاقي في كتير جدا من المجتمعات المصلحين من أبناء البشر دول اللي هم لم يوحى إليهم أحداث التغيير. أنا ذكرت بعض الأشخاص قبل كده، هو علي عز بيجوفيتش، مالكوم إكس، مارتن لوثر كينج، دكتور مارتن لوثر كينج، مالك بن نبي، عبد الكريم الجزائري، مهاتما غاندي، إيتان يا ربي، نيلسون مانديلا. دي الأفراد. حزب الكنبة ده دوره إن هو يلتزم بمسار التغيير الذي أحدثه القلة. عمر التغيير لصاحب السؤال أو لصاحب السؤال ما بيأتي بمجاميع كبيرة أبدا. التغيير بيأتي بالزمرة. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد الله والله سبحانه أن يبني مجتمعا، بنى مجموعة من الناس تبنى على أكتاف المجتمع. كانوا كم واحد اللي هاجروا من مكة المدينة، أو كانوا كم واحد اللي هاجروا من مكة إلى الحبشة؟ قليل. لكن هذه القلة التي استطاعت أن تؤمن بأواصر بناء المجتمع القائم على العدل والمساواة والحرية التي أحدثها التغيير، ودخل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كتير جدا من حزب الكنبة هم المستفيدين. فإحنا علينا نتعامل مع حزب الكنبة إن إحنا نحاول إننا نرفع الوعي عند الكثير منه، لكي يتحول منه قلة أو بعضهم إلى أن هم لا يكونوا فقط مستفيدين، بل يكونوا أيضا مؤثرين. وطبعا حزب الكنبة ده دور مهم جدا جدا، لأنه هو اللي هيعمل وهيكون وقود اللي هو عملية التغيير إذا استقر الأمر لهذه الأساسيات بتاع التغيير. فحزب الكنبة مش فقط سيء للغاية، لكنه بيكون يعني مضر ساعات في الوقت اللي الناس منشغلة بقضايا محورية داخل المجتمع، وهم منشغلين داخل بيوتهم بالقضايا الشخصية بتاعتهم. لكن أنا مش هذمهم، لكن لأننا ممكن نستفيد منهم. فالقادرين على التغيير قلة، وهم المؤثرين في المجتمعات، ومفيش ثورة يا صاحب السؤال أو صاحب السؤال قامت بكل الشعب أبدا. الثورات تقام على أكتاف أصحاب التغيير، سواء كان ثورات مجتمعية، ثورات ثقافية أو فكرية أو دينية إلى آخر. طيب شكرا دكتور هاني. عندنا سؤال آخر للأستاذ فادي. أستاذ نافع سليماني حب يسأل بشكل مباشر. لحظات، تفضل أستاذ نافع. السلام عليكم. شكرا للسادة المحاضرين دكتور هاني ودكتور فادي، وشكرا لك ليلى على هذه المعلومات الراقية. حقيقة هو ذكر دكتور فادي ودكتور هاني حول كيف إنشاء مناخ وعي مجتمعي، وحبيت أن أذكر دكتور فادي تكلم عن كتيبات يعني ربما فولنتير متطوع أو توكذر وي كان أوفر كام أو كيبينج يور، من هذه الكتيبات اللي هي للتوعية. لكن كيف ألامس قلوب المرضى في حالاتهم النفسية واحتياجاتهم؟ يعني في مجتمع، المجتمع قد ربما يختلف من بلد إلى آخر، قد يكون نحن أمة أقرأ لكن لا نقرأ، عندنا في العراق قد يكون في هذه الظرف ما أقدر أوصلهم الكتيب حتى
يقرأ، أو حتى ربما إذا وصل كتاب لا يقرأ، فكيف ألامس قلوب المرضى في حالاتهم النفسية؟ السؤال للأساتذة اللي يحب يجاوب عنه. شكراً. هادي. جزاك الله خير أخي كريم على السؤال. هو حقيقة جزء من يعني النجاح في إيصال رسائلنا للناس هو إيجاد الوسيلة الصحيحة التي تستطيع أن يستوعبها أغلب الناس. يعني هذه الكتيبات التي ذكرناها يعني قمنا بها زي ما يقولوا على عين المكان في نفس الوقت الأزمة، تعالج أزمة حالية تعاني منها المؤسسات. ما في أي نوع من يعني الجارنتي إنه والله نحن سنقوم بهذا العمل والناس ستتلقفه. كانت المادة كلها موجودة أونلاين، لأنه أكيد لم يكن هناك في إمكانية لإرسال، وكان في أصلاً عدم تشجيع على إرسال أي مواد مطبوعة في وقت أزمة الفيروس، فكان كل الأشياء هذه موجودة بشكل أونلاين. إضافة اختيار وسائل مفيدة، يعني بعض الأحيان فيديو قصير، وزي ما نعرف الآن يعني كلنا نقضي وقت كبير على الفيسبوك وعلى الواتس أب وعلى غيره، فيديو قصير 30 ثانية قد يوصل رسالة لمؤسسة في موضوع معين ينشره عديد كبير من الناس. في الوقت اللي يمكن إذا ذكرت في أو لاحظت تذكر أستاذ الكريم والأخوات، من الأشياء اللي عرضناها وذكرنا الناس فيها عبر السوشيال ميديا إنه عدم نشر المعلومات الغير صحيحة على موضوع الفيروس، وكانت هذه أزمة حقيقة. وهنا يأتي دور المؤسسات الناشطة، المؤسسات المعروفة في الساحات المختلفة، أن تأخذ دور قيادي ريادي كما ذكرت، وتعرض معلومات صحيحة موضحة مخففة سهلة، سواء بفيديو أو ببوستر قصير أو بإنفوغرافيكس نقول وهكذا. هذا يأتي دور عليه. إشكاليات تغيير الناس، هذا أخي الكريم يعني الله سبحانه وتعالى ليغير في الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يسألنا وسيسألنا جميعا نسأل الله العفو يعني عن الجهد وليس عن النتيجة، وهذا نحن ننتبه له إخواني وأخواتي. الجهد، هل نحن قمنا بجهد للمساعدة في التغيير أم قلنا والله هذه الناس ميؤوس منها لن نغير فيها شيء؟ لا، ما تدري من يعني سيتلقف المعلومة التي أرسلتها بعد بعث وبعد جهد وبعد يعني الكثير من اللي يبذلوه الأخوة والأخوات المتطوعين عندك لجمع هذه المعلومات ووضعها بشكل جميل ومناسب. ما تدري من يعني يتلقف هذه المعلومة، هي كلمة طيبة، بذرة صالحة إن شاء الله أنت تلقيها وتحاول قدر الإمكان أن ترسل للناس المهتمين في هذا المجال. يعني أنت لما تتعامل الآن مع 20-30-40 مؤسسة أو 20-30 أخ وأخت عاملين في العمل الخيري، أنا بتصور لابد جزء منهم سيتلقف هذه المعلومة ويستفيد منها بطريقة ما، وقد ينشرها لآخرين وهكذا، والله أعلم. طبعا في نقطة تانية يا فادي ممكن نقولها احنا، بالك الأخ كان بيسأل، شوف هي مصداقية الشخص الذي يريد أن يوصل الرسالة. الرسالة اللي بيكلم عنها فادي دي هي رسالة إيمانية. إن تلامس إيمانك إيمان المستمعين انتشرت الرسالة حتى بقلة الإمكانات. نرجع مرة أخرى نقول إن إحنا عندنا أزمة يا الأخ الفاضل في داخل مؤسساتنا بتاع الكلام المدني، هي أزمة أخلاقية إيمانية. هل إحنا بنشتغل في مثل هذه المؤسسات علشان وظيفة؟ مفيش مشكلة، لكن لابد أن يكون مننا مجموعة مؤمنة بأهداف هذا العمل، ثم مجموعة مؤمنة بالعمل الخدمي من أجل رفع المعاناة عن الأيتام والأرامل والمساكين. هذا هو الإيمان الذي يجعل الله منه سبحانه وتعالى لك القدرة على إرسال رسالته للكتيبات اللي بيتكلم عنها فادي، أو اللي هو الفيديوهات اللي بيتكلم عنها فادي أو إلى آخر.
فنرجع مرة أخرى نقول يا أخوانا هذا العمل عمل متعدد ال dimension يعني إيه الأبعاد عدد متعدد الأبعاد. وأنا ذكرت في آخر نقطة اللي هو نقطة العشرة في العشرية الأخيرة الدين أنا لا أزايد علي شاء من شاء أن يسمعني وشاء من أراد أن يعرض عن سماعي. لم يكن لنا دين نؤمن به له قيم وأخلاقيات من به، فصعب أن تستمر رسالتنا في الوصول إلى الناس مهما صارت عيب. هذه هي النقطة يا أخي الفاضل، إحنا نضيف نريد أن نضيفها إلى الأفلام الجميلة والمقالات الجميلة والكتب الجميلة إلى آخره إلى آخره. شكرا يا سيد. شكرا جزيلا دكتور هاني. في سؤال ثاني أقول حضرتك دكتور، إنه كيف السبيل لتجاوز مشكلة الاعتماد الكلي على المانحين فقط بالنسبة لهيئات الإغاثة؟ في أزمة كورونا لاحظت أن المانحين وضعوا كل ثقلهم في الشهر الأول، ثم بدأ نوع من التململ بسبب تداعيات الوباء على الشركات المانحة وأرباب الأموال. طبعا عملية الاعتماد على المانحين خاصة لما يكون المانح ده مانح غير وطني خطيرة جدا. ويمكن أنا تعبت من الكلام ده في خلال 7 أو 8 سنوات الماضية في القضية السورية. لن نستطيع أول حاجة أنا كان بتكلم عن ثقافة المانح أن نغير ثقافة المانح إلا إذا كانت لنا كتلة مجتمعية لها مسارات تستطيع أن تقول المانح نعم أو لا. للأسف نحن نسعى ونلهث وراء المانحين من وراء بعضنا البعض. إن شفنا أن في العراق أو في اليمن جي شيخ معين أو شخص معين الكل بيجري عشان يتقابل معاه من وراء الجمعية الأخرى، وده يعتبر ضعف في الأداء. نمرة لابد أن احنا زي ما قلت الشركات هي جزء من الاعتماد على المنتج المحلي. المنتج المحلي المنتج المحلي لن يقوى إلا إذا تكاملنا مع بعض. أخوانا احنا مواردنا قد تكون قليلة. لو أنا بضرب المثل بدولة، شوفوا العراق دولة غنية، شئتم أن تقولوا ما تشاءون أم لا هذا إيماني. مصر دولة غنية، اليمن دولة غنية، سوريا دولة غنية، لكن شعوبها فقيرة، في مشاكل يعني داخل الحكومات، في فساد في كثير. هل لبنان دولة فقيرة؟ لا. شايفين الدولار بقى بكام في سوريا والدولار بقى بكام في لبنان الى اخره الى اخره. جزء من عملنا اللي احنا ما نعتمدش على المانح ان احنا نفعل مجتمعاتنا لكي تستطيع هي ان تجد يعني حلول محليه وطنيه. انا كنت عامل معادله كده ما بين المانح وما بين اللي هم مؤسسات المجتمع المحليه. ما اعرفش لو لانا تقدر تكتبها بالانجليزي او فاطمه اللي هي اسمها فات كيس. يا لانا اكتبي اف اي تي فوق بعضهم، اف اي تي اكتبيها فوق بعضهم. 2 3 فات دي معناها يا شباب ان انا اقول انا هكتبها لانا ان شاء الله. أنا أعرف ما يقصدها الدكتور. نعم أكتبها الآن أو في المسج ولا خصها بإذن. أنا كنت فاكر هتعملها هي عرض بقى، طب مش مشكلة. الإف دي يا شباب إحنا بنقول إحنا كمؤسسات قوية مجتمع مدني محلية بتقول المانح أنت دورك كده، أنت دورك إف يعني فند ريز بالك يعني تدينا دعم. الإي تدربنا، الإي اللي هو إيه تدفع عندنا اللي هو الأدفوكاسي او المناصره، والتي اللي هو التريننج ده دورك كشريك. انا بقى دوري ايه بقى؟ ودوري زي دوره بالظبط، يعني احنا الاثنين دورنا متماثل متساوي. حذاري ان انا اخلي المانح يحط رجله على راسي ابدا، بس ده مش هيحصل الا اذا كان احنا عندنا مؤسسات متجانسه مع بعض عامله ائتلافات تضع سياسات.
الكس اللي هو دور مين؟ دور مؤسسات المجتمع المدني المحلية بقى. الكاف أو سوري الكي سوري مش الكاف. الكي يا فاطمة اللي هي knowledge based اللي هي كل شيء عندنا يكون مبني على المعلومة. قاعدة كل عمل نقوم به كمؤسسات وطنية هي المعلومة. يعني البحث ويعني اللي هو الأبحاث نتكلم عنه. الآي إنوفيتيف نحن أصحاب الإبداع. الآي إنوفيشن يعني إحنا كمؤسسات مجتمع مدني محلية وطنية مبدعين وإبداعنا بادي مبني على المعلومة. الإس الأولى اللي هي سستينابل مستدام. حلنا مستدام ليه؟ لأن إحنا أقدر الناس بمعرفة أقدر الناس بمعرفة كيف يستديم الحل عندنا. الإس الثانية اللي هي سوليوشن الحل. يبقى الحل اللي إحنا بنحطه كمؤسسات وطنية هو مبني على المعلومة الإبداعية التي تضمن سلام ومسيرة هذا الحل واستمرارية هذا الحل. أنا لما أقعد مع المانح بالطريقة دي أنا بقول له لا، أنت فلوسك تساوي فكري، أنت فلوسك ودفاعك عني تساوي أن أنا صاحب المبدأ وصاحب المسيرة وصاحب العطاء وصاحب الإبداع. فنحن لابد، وده مش هيحصل يا شباب، أنا بقول لكم مش هيحصل إلا إذا إحنا قعدنا وفكرنا سويا. إحنا مصيبتنا إن إحنا فرادة 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 وكلنا يسعى وينهز خلف المانح فالمانح يفعل بنا ما يشاء. ده عندي والله أعلم. شكرا جزيلا دكتور هاني. في سؤال ثاني، هل كانت هناك أي ضوابط وضعت من أجل حماية المتطوعين من الإصابات بالفيروس وخاصة المتطوعين من الأقليات والأصول الآسيوية والأفريقية والتي كانت أكثر الفئات تضرراً في بريطانيا؟ دفادي الزعيم أنا عاسب أتكلم عن لبنان وأنت موجود يا فادي. هو حقيقة الضوابط كانت لحماية كل المتطوعين بشكل عام، لأنه المؤسسات عدد منها استجاب، وهذه إشكالية عندنا موجودة ننتبه لها، استجابوا تلقائيا للأزمة، وأصيب للأسف خلال هذه الاستجابة مجموعة من العاملين والمتطوعين بسبب عدم دراية هذه المؤسسات وعدم يعني تدربها أو تدريبها لطواقمها على كيفية الاستجابة لأزمة من هذا النوع. والاستجابة للطوارئ لها مقاييس ولها معايير، والكثير من الإخوة والأخوات الحاضرين معنا في هذا اللقاء الآن في هذا اللقاء عندهم دراية في هذا الموضوع. الاستجابة للطوارئ لابد أن تجهز الناس بطريقة معينة لحمايتهم. إجابة على السؤال، لم يكن هناك تحديد لمتطوعين محددين لخلفيات معينة، رغم أن المؤسسات التي نعمل بها نحن جميعا كان عندها الفئات التي ذكرت وأصيبت اللي هي من خلفيات أفريقية وآسيوية ومسلمين بشكل عام، كان التأثير الفيروس عليهم أكبر، وهذا لأسباب يعني أخرى بسبب يعني بعض الأحيان المؤسسات الوطنية تحمي متطوعينها بعدم إرسالهم للاستجابة أو بإرسال من عنده الخبرة في هذا المجال. نحن حقيقة بعض الأحيان العاطفة تأخذنا، ف يعني للأسف يعني لا ضرر ولا ضرار، كلنا نعلمه هذه يعني دون هار. بعض الأحيان يغيب عنا لأنه بشكل عاطفي نستجيب لأشياء ولا ننتبه أنه هناك إشكالية متطوعين أو حتى العاملين غير مجهزين للاستجابة لتحدي معين في مكان معين، ومما يعني لابد أن نتعاون مع آخرين عندهم هذا التخصص وعندهم هذا يعني نوع من التدريب وعندهم الطاقة ليستطيعوا أن يستجيبوا، بدل أن نحن نستجيب ونصيب بعض متطوعينا أو العاملين
بسبب غياب التدريب المسبق للاستجابة لهذه الأشياء. شكرا جزيلا دكتور فادي. سؤال ثاني، وجود جهد من قبل الأفراد في المجتمعات وضيق الوقت بسبب انتشار الوباء، فما هو الحل برأيك لتثقيف المجتمع بالوقت الحالي بهذا الوقت الضيق؟ أنا أظن يعني لابد أن ننتبه، المؤسسات الخيرية أكبر شريك لها وأهم شريك لها هو الشريك الإعلامي، وهذا بعض الأحيان يغيب عن بالنا. نصل إلى عدد كبير من الناس عبر الوسائل الإعلامية إذا كان عندنا شراكات مع هذه المؤسسة، ولا بد دائما في أوقات السلم وفي أوقات الحرب زي ما يقولوا يكون لنا شراكات مع مؤسسات إعلامية، لأنه الفيديو الذي نبذل جهد في ترتيبه سواء كان دقيقة أو دقيقتين أو نصف دقيقة يأخذ وقت وجهد كبير، وفي جهودنا عبر وسائل الإعلام أو التواصل الإعلام الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة أو المؤسسات قد يكون وصولنا إلى العدد من الناس ضعيف جدا، فلا بد أن يكون لنا حقيقة شريك إعلامي نصل به إلى الآخرين. وهنا في الاستجابة للطوارئ الوقت جزء من العلاج حقيقة، يعني لا بد السرعة في الاستجابة وطريقة الاستجابة والإبداع والمبادرة في الاستجابة يساعد الكثيرين ويحميهم إن شاء الله. تمام، شكرا لك أستاذ فادي. عندنا سؤال آخر غير مخصص لشخص، أود أن أسأل بخصوص عدم استغلال القدرات الشبابية التطوعية بتطوير المجتمعات المحتاجة للنهوض وعدم تشجيع تلك الطاقات البناءة في تقويم البلدان، ولما لا يتم تأسيس جمعية أو منظمة عربية تحتضن هذه الطاقات من جميع أنحاء الوطن العربي؟ عايز مين يجاوب يا لانا؟ تفضل دكتور. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للأسف أن هذه الطاقات هي مش مهملة، هي مهدرة. أنا نتكلم عن العالم العربي ومغيبة في كثير من الأحمال وموجهة لأشياء يعني قد تكون فيها متعة أكثر ما كان فيها خدمات اجتماعية للمجتمع نفسه. يعني أنا لما أتكلم لما يكون الشاب في العالم العربي كل أمله إن هو أربح المليون أو أرب تالنت، مش عارف أنت بسموها إيه في عندكم، وهكذا يعني حاجات زي كده، حاجات الفرقيع دي. او ان انا كل املي، انا مش ضد الكوره، انا بشجع الكوره وشجعت العراق لما خدت كاس اسيا الى اخره، كنت وراها يعني شبر بشبر وزراعا بزراعا وباع بباع الى اخره، يعني بحب الكوره جدا. لكن ما اخشش الكوره علشان اطلع ابقى مليونير بكره. فشفت هما الناس وجهوا الشباب هذا التوجيه اللي خلانا من الصعوبة إننا نرجع نوجههم للعلم والمعرفة والبناء والحاجات دي كلها. فده المناخ اللي احنا عايشين فيه يا أخت لانا، والشخص أو الأخت اللي هي سألت مثل هذا السؤال. ففي مناخ غريب يخيم على الشباب عشان يتجهوا مثل هذه الاتجاهات لكي لا يكونوا بنات أو حمات لمجتمعاته. ده المناخ اللي احنا عايشين فيه. نمرة واحد. نمرة اتنين اللي هو من يهدر طاقات الشباب، خديها مني وانا افتي فيها من خبرتي المجتمعية، هو او هي مجرم في حق اغلى استثمار واعلى عائد استثمار على مجتمعي، وهذا إجرام إن كان غير مقصود فربنا سبحانه وتعالى يغفر له، أما إن كان مقصود ومبرمج فربنا يعني يكفينا شر هؤلاء الناس. الذي نتحدث عنه قد يكون ما بين المسارين، مسار الإجرام الموجه ثم مسار اللي هو الخطأ الغير مقصود. احنا اصبح
فرض عين علينا يا أخت لانا ولمن سأل السؤال أن نستثمر بالدرجة الأولى في المواطن صاحب الأرض وصاحبة الأرض، وكذلك اللي هم 60-70% منهم شباب، لأننا بصنع منهم إناس قادرين على سد الثغرات المجتمعية التي ينفذ منها اللئيم والمجرم الذي يريد أن يقسم مجتمعاتنا. دي نمرة واحد. ثم أصنع منهم أو نصنع منهم قادة المستقبل الذين يؤثرون لمسارات مجتمعاتنا وبناء حضارتنا المستقبلية. فمن لا يهتمون بهؤلاء النخبة، أنا أتكلم الشباب النخبة من رؤساء الجمعيات، هم ناس عندهم ما نسميه الزهايمر ولا يحق لهم أن يترأسوا مثل هذه الجمعيات، وهم خارج مسار ومدار ووقت وزمن الحياة التي نعيش فيها الآن. ونقول لهم جزاكم الله خيرا يا جدو، مفيش مشكلة، قمت بدورك، هاد الشباب وراء. أما أن نترأس الجمعيات ونهمش الشباب ونقول لهم ما يخطئوا، طبعا أنا كشاب من 40 سنة أخطأ، كذلك كنا من قبل، فمن الله علينا. إيه اللي كان كافر بقى مسلم، واللي كان زاني ربنا تاب عليه، واللي كان سارق ربنا تاب عليه، واللي كان شارب الخمر ربنا تاب. إيه وإحنا تولدنا أنبياء، ليه بنعمل الشباب يا أساتذة يا أصحاب الجمعيات؟ المشكلة ايه يا اختلانا بقى؟ ان احنا بناخد الشباب كده كصورة عشان نجيب بهم قرشين، هم جايبينهم كده في حفلة صورهم، وخاصة لما تكون بنات، وخاصة بقى حاجة ثانية عشان المتبرع الغربي. اقول لك ايه؟ تقولي لما يكون عندنا اخوات كده مش لابسين حجاب فنحطهم في الاول عشان المتبرع الغربي. يقول النيلة ان احنا يعني ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل في الأزمة الأخلاقية اللي انتبهتنا موجودة في مجتمعاتنا دي؟ فلما ننظر لمثل هذه الأشياء نجد إن إحنا لابد أن نجعل الجمعيات أو الساسة أو المسؤولين يؤمنوا بدور الشباب إيماناً عملياً حقيقياً، وليس يضيع على الشباب أو يغيبوا أو يحبطوا أو يتحولوا إلى اللي هم اصطداميين تكفيريين راديكاليين إلى آخره إلى آخره. وأعتقد ده جزء كبير جدا من الإجرام الذي يوجه ضد مسيرة المجتمعات. شكرا جزيلا دكتور هاني. في سؤال ثاني لحضرتك يقول في العمل الميداني. قول يا ستي. نعم. قول. طيب في العمل الميداني في هذه الأزمة هناك أولويات مثل موضوع الشراكات والمؤسسات والحفاظ على الهوية مع الانخراط مع المؤسسات الشريكة. أوكي. لهنا ينتهي السؤال. فين السؤال؟ ما أعرف صراحة. أنا موافق. طيب خلاص. أوكي. فادي عندك حاجة يا فادي؟ حول الجملة دي لسؤال مفيد. في سؤال آخر عن الأيتام لانا، لو شفتي إجا قبل شوية. نعم في أسئلة أخرى. في أسئلة أخرى، لكن دكتور فادي تحب تعلق شيء؟ حضرتك ميوت دكتور فادي. أسئلة الأيتام أظن تحفظ لفقرة خاصة بها، لأنه هذا موضوع حقيقة مقتصص وشائك، وأظن الدكتور لو فتحنا موضوع الأيتام معه يعني نحتاج يوم كامل نخلص الموضوع هذا. أنا بتصور يعني سؤال المتطوعين وكيفية تفعيلهم، يعني طرح السؤال يعني الأخ فعلا أو الأخت، ما أدري، عفوا من طرح السؤال، موجة، واضح أنه هناك يعني تعريف لثغرة موجودة في هذا المجال.
وهنا يأتي السؤال، هل نستطيع أن نجد مؤسسات متخصصة؟ ما بالضرورة نتكلم على مستوى الوطن العربي، يعني دائما كما ذكرت لا نعمل نقوم بعرس يا أخوانا، دعونا نبدأ نغير يعني فقر فقرك. في عندنا مجموعة من الأخوة والأخوات هنا أظن في مجال الميكانيك حسب ألاحظ، مهندسين يعرفوا أنه لما تريد تصلح شيء تأخذ قطعة قطعة تعرف وين تحدد وين المشكلة، ما تأخذ كل الموتور وتقول نرميه وجيب موتور جديد، لأنه قد تكون مشكلة بسيطة. فهنا نأتي، يبدو أن موضوع المتطوعين هذا موضوع حساس جدا معروف، ولا يوجد مؤسسات تقوي الاستفادة من المتطوعين غير الاستفادة منها عبر المؤسسات الموجودة، يعني نستفيد منهم في مجال جمع التبرعات أو التنفيذ أو الدعاية والإعلان والأشياء دي هيك. أما بناء القدرات في الشباب المتطوعين والشابات هذا حقيقة كما ذكر الدكتور يعني استثمار بشري استراتيجي لنا جميعا، وجيد أن إن لم يكن هناك مؤسسات متخصصة في هذا المجال بتصور أن تكون يعني نجد نوع من المؤسسات في دولنا المختلفة لبس تقوم في موضوع ليس في رعاية أيتام ولا توزيع طعام ولا لا، تقوم في موضوع تدريب وحفظ وتحسين أداء الأيتام عفواً المتطوعين ودعم المؤسسات المتخصصة في بعض الأنواع من المتطوعين ما موجودين عند آخرين. ليس كل متطوع يستطيع يساعد في توزيع الأكل، بعض المتطوعين عنده تخصص وخبرة تفوق يعني من يدير مؤسسة في بعض الأحيان، وهذا حقيقة يغيب عن بالنا ولا ننتبه إليه. فبتصور على هذه النقطة بس أنا ملاحظتي كانت يعني نزيد حبة صغيرة فوق الدكتور يعني ملاحظتي جزاه الله خير. أنا بس عايز أخش أقول كده نقطة رانا إعلانة. تفضل دكتور. أنا يؤلمني ألم يعني من الوريد إلى الوريد وطعنا في القلب أننا لا نستثمر في البحث والتدريب والتأهيل وبناء القدرات. هذا جرم عظيم. يعني أنا أقول للمتبرعين ودي رسالة شخصية مني أو من فادي أو مننا كلنا، يا أخوانا اتقوا الله واعطونا أموال ندرب بها ونرفع بها القدرات العاملين. يا أبتي استأجره إن خير ما استأجرت قوي أمين. يجي لك المتبرع جزاه الله خير يقول لك لا ما فيش مصاريف إدارية، بأمارة إيه؟ ده مصاريف الإدارية اللي بتخليني أخد عربية واروح اجيب خروف عشان اذبحه وادي فلوس للجزار عشان يتحول ايه لاضحيه والاضحيه تبقى لحمه، يقول لك لا هديك ثمن الخروف بس. فاحنا مصابين بهذا المرض، لا لدعم الابحاث، لا لدعم ورش العمل، لا لدعم المؤتمرات، لا لدعم بناء القدرات، لا لدعم التطوع خاصه كمنظومه. الخط كبير جدا يا اخت لانا ويا اخت فاطمه وليكم كلكم ان احنا بنستني او ننتظر لما الميت يموت فنعمل له جنازه زي الفل، نستني لما الانسان يتحرق فندخله المستشفى، نستني لما المراه تغتصب فنقعد نولول لها ونعيط لها وكذا. ما نمنع الحاجات دي من الاول، نمنعها من الاول. المنع لن يتم الا بالانفاق على هذه الاشياء البسيطه هنا من جانب. الأمر الثاني يا أخت لانا معاش لازم أعلنها إن لابد أن نستثمر أيضا في الأوقاف، في الأوقاف، ونأخذ على كل تبرع يأتينا 1 أو 2% لعمل أوقاف تستطيع أن تؤهل المؤسسة للعمل ويكون مسيرة دائمتها مستمرة. شفتي احنا اتكلمنا عن ايه؟ كلمنا عن بناء القدرات، كلمنا عن الأبحاث، كلمنا عن ورش العمل، كلمنا عن التدريب، كلمنا عن الأوقات، كلمنا عن الشباب والتطوع. كل هذه المسائل لابد أن يعلمها المتبرع أنها بأهمية كبيرة زي أهمية الطعام والشراب واللحمة والحاجات والأكل والشرب والطب إلى آخره. لأن القوي الأمين ده قوته معناها حرفيته، معناها علمه، معناها علمها، معناها خبرتها. أمين الواحد ما ينفعش، أمين الواحد لا ما تنفعش، لو لا أمين تنفع يعني
لأنها أمين وأمين يعني كأسماء لا، لكن الأمانة وحدها لا، ولكن الأمانة مع القوة، والقوة هي المعرفة والتدريب والتأهيل والخبرة. معلش يا أخت لان أنا بس حبيت إذا إيه انفعلت يعني شوي. طيب جزيل الشكر لك دكتور هاني، شكرا جزيلا على معلوماتك القيمة. دكتور فادي نشكرك بشكر جزيل على هذه المعلومات القيمة، كانت محاضرة رائعة، شكرا جزيلا لكم وشكرا للحضور الكرام، ونلتقي إن شاء الله على خير. للسادة الكرام للحضور اللي يحبون أنه يشاركون أو يتواصلون مع الأساتذة، رجاء أملوا الاستمارة الإلكترونية اللي هي نشرت على جروبات الواتساب والشات اللي تقدرون من خلالها تتواصلون مع الأساتذة. شكرا جزيلا لحضراتكم ونلتقي على خير إن شاء الله. مع السلامة.